صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضاء المصري. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. كل واحد لما بيبتدي يروح شغل جديد بيبقى متحمس جدا، بيبقى عنده أفكار وبيبقى عنده توقعات وبيبقى متخيل إن هو هيروح يعمل الفرق اللي ما حصلش في المكان. أول يوم بيبقى متخيل برضو إن هو يا إما هيتم استقباله استقبال الفاتحين، يا إما ممكن الناس تبقى مش واخدة بالها منه. يا ترى كل واحد لما نزل الشغل أول يوم، عايزة كل واحد بيتابعنا النهاردة يقول لنا لما نزل الشغل أول يوم حصل معاه إيه؟ إيه الموقف اللي حصل معاه وما يقدرش ينساه أبداً؟ إيه التوقع اللي كان عنده وما حسهوش أو ما لقهوش حصل معاه في أول يوم؟ مصطفى القصة دي بتحصل كتير قوي. احكي انت الأول. عملتي ايه؟ انت جيتي التلفزيون كان اول مكان ليكي؟ اول مكان ليا كان في التلفزيون، بس انا جيت التلفزيون وانا في اولى كليه، ما كنتش لسه خلصت كليه، كنت لسه في كليه اعلام. واول ما ابتديت انزل تدريب في القناه الرياضه، قناه النيل للرياضه. في اول يوم جيت كان اوردر خارجي، كانت مباراه بين مزارع دينا ومش متذكره مين. يا لهوي. فكان يلا هننزل يا جماعه، انا جايه التلفزيون انتوا نزلوني رايحين بيا فين؟ وطفله بقى. ورحنا وبس وقصه ورايحين وجايين، بس كانت تجربه هايله. عظيم. ابتديت اتعرف على ناس وابتديت اتعرف على مواقف مختلفه واشوف اماكن انا ما كنتش يعني شفتها وما كنتش متخيل. مزارع دينا كمان بقى كانت شكلها مختلف خالص، ومنها ابتديت اتعرف على الانديه اللي مش بتلعب في الدوري الدرجه الاولى وقتها، دوري المظاليم. يعني كانت التجربه كلها كانت مختلفه تماما. صحيح صحيح. على اي حال هو بشكل عام يعني المواقف الاولى دي هي اللي بتشكل حياه الانسان، ودايما بيقول للواحد لما بيجي الشغل جديد يعني بيبقى محتاج صحبه حواليه، ومحدش بينسى ابدا يعني اقرب حد ليك قال لك تعالى اشربك كوبايه شاي، تعالى يعني اقعدك معايا شويه، تعالى اعلمك حاجه. المواقف الصغيره دي مفيش حد بينساها. انا مش عايز احكي لكم برضه او تتكلموني عن الموقف اللي حصل معك، ممكن تتكلم عن شخصية أثرت في حياتك أول ما دخلت الشغل، استقبلتك استقبال كويس وقدرت إن هي تعمل معاك زي ما بيقولوا كده الواجب، يعني تعرفك تفاصيل أو كواليس المكان. أعتقد كل واحد فينا بيحتاج الحاجة دي جدا يعني. طبعا طبعا. أحسن من كل مشاهدينا يقولوا لنا، صفحاتنا موجودة معاكم، مستنيكم تبعتوا لنا على صفحات البرنامج على القناة الأولى أو على الفضائية المصرية أو على صفحتنا في صباح الخير يا مصر، مستنيكم تقولوا لنا كل التفاصيل. صباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر. خلينا دلوقتي على طول نروح نصبح على زميلتنا لميا حمدين ونروح نتعرف منها على آخر أحوال الطرق والشوارع في القاهرة الكبرى والمحافظات، وكمان نعرف منها ايه اطرف موقف حصل معاها في اول يوم شغل. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. الحقيقه انت فاجئتيني ان انت هتساليني السؤال ده، بس كل اللي انا فاكراه في شغل كنت اول يوم بقى عملت الانترفيو وعديت في كل حاجه، واول يوم شغل العربيه عطلت بيا جابت وش سلندر، فبيكلموني بيقولوا لي انت خلاص خدتي على زمايلك بقى والدنيا بقت لطيفه، لقوني بعيط بقول لهم الحقوني العربيه باظت. فده اليوم ده انا فاكراه كويس قوي، كان يوم ظريف ودمه خفيف قوي بس كان فيه معاناه. اكيد. عدت على خير. وصباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا بسرعه قبل ما تنزلوا على اشغالكم، واللي رايح مدرسته واللي رايح المصلحه بتاعته، نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبداها من القاهره بالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه انما بسيطه للسيارات اللي امام القادم من الجيزه وباتجاه مناطق وسط البلد. كمان في كثافات اخرى في الاتجاه العكسي، ونفس الامر للمتجه من ميدان التحرير ورايح على مدينه نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. اما نفق الازهر زي ما انتم شايفين ظهور تباطؤ في حركه المرور اللي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الاوبرا او العكس. وكمان بتظهر بعض الكثافات المتحركه بالمسطح الارضي وشارع رمسيس وصولا لحد غمره والعباسيه وبمطالع ومنازل كوبري اكتوبر ووصولا لحد شارع احمد سعيد.
ظهرت كمان كثافات أعلى دائري المرجل المتجه من نفق السلام واتجاهه للزراعي ومنه للأقاليم. بتظهر كمان كثافات مرورية أعلى الدائري في مناطق السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة وعبر الطريق الزراعي، وكمان للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة. كذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة. في كثافات على طريق المحور للي جاي من ميدان لبنان بسبب طبعا أعمال توسعة الطريق وغلقه في بعض المناطق، والكثافات دي بتستمر لحد ميدان لبنان. أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر في سيولة مرورية، ولو رحنا زي ما انتم شايفين كده المحور صفت هيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة. لو رحنا لشارع الهرم اللي بتبدأ فيه تظهر كثافات مرورية، وده بسبب التحويلات لغلق الشارع لمسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. كمان هناخد بالنا أن غلق الطريق الدائري للقادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن للمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام القادم من طريق الواحات، وهيفضل الطريق ويفضل الطريق السياحي الجديد. ده سفنكس لسه في كثافات مرورية، وده بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الموازي وغلق بعض منازل ومطالع كوبري 15 مايو. هنروح لمدينة الإسماعيلية وشوارعها اللي بتشهد سيولة مرورية كبيرة، وخاصة على الطريق الدائري وحوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عثمان أحمد عثمان كمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم. كل دي طرق فيها سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبدا على حركة المرور. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. من منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل جولتنا في محافظة سوهاج، واللي هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. هنمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات مرورية نسبية وكثافات نسبية كمان عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة بتبدأ تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دي كانت جولتنا المرورية النهاردة، وهناخد بالنا طبعا ان في شبورة مائية بتبقى يعني بالليل متأخر وكمان الصبح بدري، نلتزم بالتعليمات المرورية علشان الرؤية الأفقية يعني بتبقى متأثرة كتير بسبب الشبورة. وكمان في أمطار بتختلف من منطقة للتانية سواء خفيفة أو متوسطة أو كثيفة أو رعدية. ترجعوا يعني بيوتكم بألف سلامة وتروحوا أشغالكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمنة ومصطفى نكمل معاهم باقي فقرتنا. شكرا لك يا لمنة. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والموضوعات والفقرات اللي تم حضراتكم، لكن خلونا الاول نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح، وكان ابرزها الاجتماع اللي عقده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل متابعه الخطط المستقبليه لقطاع الطيران المدني، بالاضافه ايضا لاعلان مجلس الوزراء عن الافراج الجمركي عن بضائع بقيمه 1.5 مليار دولار خلال اول 10 ايام من شهر يناير، كما ايضا الاعلان عن مبادره جديده لدعم القطاعات الانتاجيه المتعلقه بالصناعه والزراعه. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الخطط المستقبلية لقطاع الطيران المدني، وخلال الاجتماع وجه الرئيس بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وده في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الاقتصادي الأقصى من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي والفريد، وأيضاً امتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرص ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني وكذلك السياحة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع استعرض فيه ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة، وأكد رئيس الوزراء على مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وكذلك زيادة قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية. امبارح برضه استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقرير حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية،
وأوضح إن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 والحد 10 يناير الجاري وصلت قيمتها لأكثر من 1.5 مليار دولار. كمان امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال، وده لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وده ضمن الإجراءات اللي بتتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار. أيضاً امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية لمتابعة آخر تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية خاصة مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، وكمان تم استعراض جهود الهيئة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية مختلف الخدمات المالية غير المصرفية الأخرى. وفي جولة المحافظات معنا النهاردة مجموعة من الأحداث والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها إقامة 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في المنوفية، وتحصين 628 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع في البحيرة، وتحويل 52 ألف فدان زراعي لأساليب الري الحديث في الفيوم. أخبار تانية كتير وأحداث تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي قال فيها المحافظ اللواء جمال نور الدين إنه تم توريد 39912 طن رز ب 21 موقع لكل من الشركة المصرية للصوامع وقطاع مضارب كفر الشيخ. في الغربية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة معرض لتوزيع الملابس الجديدة على عدد من الطلاب الأيتام وغير القادرين بالمدارس لتخفيف العبء عن أسرهم والإدخال البهجة عليهم. في السويس قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور إسماعيل الحفناوي إن قسم طوارئ مستشفى السويس العام بيستقبل ما يقرب من 2000 مريض ومتلقي خدمة طبية كل يوم، وأشاد بالأطقم الطبية بطوارئ البطنة وبالعناية المركزة بالمستشفى ودورهم في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين. في المنوفية تم إقامة 84 معرض وشادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة. كمان تم توفير 13 سيارة متنقلة لتوريد 1165 طن من الرز لبيعهم بأسعار مخفضة بكافة الشوادر. في البحيرة أكد الدكتور أشرف محي الدين مدير إدارة الطب البيطري تكثيف الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وقال إنه تم لحد دلوقتي تحصين أكثر من 628 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وده من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية. في شمال سيناء تم إطلاق مبادرة العريش نظيفة واللي بيتم تنظيمها بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وهتستمر لحد نهاية شهر يناير الجاري. في الشرقية قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة إن المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة قدمت الخدمات الطبية ل 10,405,586 مواطن متردد عليها خلال عام 2022. في الأليوبية تفقد المحافظ عبد الحميد الهجان مراكز معلومات الشبكات الأرضية بمدن بنها وشبرا الخيمة وشبين القناطر بعد تطويرهم وإضافة أحدث الأجهزة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين المترددين على تلك المراكز، مع إنشاء قاعدة بيانات علمية دقيقة للبنية التحتية للمحافظة. في الفيوم أوضح المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة بالمحافظة إنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم تحويل ما يزيد عن 52,862 فدان لأساليب الري الحديث، وده بهدف المحافظة على خصوبة التربة وزيادة إنتاجية الفدان وترشيد استهلاك مياه الري. بصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، وفرص كمان لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 18 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 26 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 15 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. نصبح على حضراتكم، أهلا بكم من جديد. خلينا نعيد عليكم سؤال الحلقة النهاردة، يا ترى أول يوم رحت الشغل إيه أكتر موقف طريف حصل معاك، أو إيه الموقف اللي حصل معاك ما تنساهوش أبدا؟ خلينا نقرأ التعليقات ونشوف الناس قالت إيه. مصطفى، صحيح معنا عدد كبير من التعليقات. الكاتب أسامة فهيم بيقول صباح الخير عليكم، أول تعيين ليا كمعلم في مدرسة، استقبلني مديرها استقبال كويس وبعدها بشهر زوجني بنته، وفعلا حتى الآن هي إنسانة لا تعوض. ما شاء الله، ربنا يهدي سرهم. بس مفيش يعني ذرة تردد، استقبال زواج في مدة شهر، يعني مش وقت ناخد وقتنا نتعرف نفكر نشوف نجهز البيت نشوف هنعمل ايه. طيب خلينا ناخد تعليق تاني من سهام هيكل، بتقول صباح الخير عليكم، حصل معايا موقف مش هنساه لغاية خروجي للمعاش. أول حصة دخلتها على طالبات رابعة ثانوي أزهري، وأنا بشرح للطالبات، الطالبات عملوا دوشة كبيرة وضوضاء، وأنا استمريت ووصلت الشرح، وبعدها تقبلت الموقف. فوجئت بالطالبات خرجوا من الحصة وقالوا إنهم مش عاوزين الأستاذة دي، وفي الآخر طلعوا إنهم عايزين الأستاذ اللي قبلي، لأن واحدة من الطالبات كانت متخيلة إن هو هيخطبها، وبعد لما الأستاذ ده مشي البنات بقوا أصحابي وصرحوني وبقينا مبسوطين جدا مع بعض. عارف يا مصطفى، التعليق ده بيخليني أفكر في إيه؟ فكرة التوقعات. أيوة طبعا، إن أنت بتبقى رايح متوقع إن اللي قدامك تفكيره زي تفكيرك بالظبط، هيستقبل المواقف بتاعتك أو تصرفاتك زي ما أنت طالعة منك أو أنت قصدها تطلع، وده مش دايما بيحصل. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. والناس برضو بتبقى مترددة من الجديد، أي حد ما نعرفوش نبقى قلقانين منه، نبقى خايفين منه، مش عارفين برضو أمر منطقي يا من، صح؟ مش عارف. صحيح. كحلاوي فتحي بيقول صباح الخير عليكم، كمعلم لو قلت لك عندي ايه، كان في طالب في تانية ثانوي جه الامتحان بالشنطه وكل الكتب، فبقول له ايه ده، قال لي معرفش همتحن ماده ايه اصلا في الشنطه معايا، فقلت له طلع كتاب الماده اللي هتمتحنها، فقال له اغش، قال له طيب، قال له هات الشنطه وسلمها لرئيس الدور، وسلمت ورقه الامتحان وقلت له يلا حل يا فالح. ده احد التعليقات من كحلاوي فتحي من محافظه اسيوط. صوفيا أبو هيبة بتقول صباح الخير على كل أسرة البرنامج، الحمد لله رب العالمين، أنا مش بشتغل بس حبيت أصبح عليكم زي كل يوم، صباح الخير يا مصر من أسوان بلاد السحر والجمال، صباح الفل عليك يا صوفيا. عبد الحكيم فهيم يعني يمكن ليه موقف لا ينسى، بيقول زلزال وإحنا أول يوم كنت بشتغل، حصل زلزال 92 وكنا بنصلي داخل شركة الغزل والنسيج في شبين الكوم، وفجأة الناس بتصلي حصل الزلزال والكل جري وحصل هرج ومرج، وكان يوم في حياة المصريين لا ينسى. باسم محمد بيقول صباح الخير عليكم، والله من كتر المواقف اللي حصلت ومع كده الواحد مش فاكر ايه ولا ايه، ومع كده لغاية دلوقتي ولغاية الايام اللي احنا فيها في مواقف كتير بتحصل والواحد مش عارف يحكي ايه ولا ايه، بس كلها في الاخر بتقلب بضحك. هو ده بقى فعلا المضحيات، المضحكات المبكيات. أيوه. يعني الواحد من كتر ما بيبقى محتاس ومكسوف بيفضل يضحك، ولا هو الناس بتبقى بقى دمها خفيف وبتضحك وبتتقبل، تفتكر ايه؟ على حسب بقى انت المود العام يعني بتاع المكان ولا بتاع الشخص؟ والله على حسب برضو مودك. دي حاجات لوحدها بتيجي يا استاذه. ايوه. ناس حسنين بتقول كنت بدرس لرياضة الأطفال اسمها إيناس، وأول ما كنت بخش الفصل عليهم كلهم يجروا عليا ويحضروني ويقولوا لي إزاي كميس أناناس. طيب محمد أمين بيقول صباح الخير عليكم، الصراحة الواحد بقى بينسى هو اتعشى إيه،
فعلا والله، يعني ساعات من كتر المواقف وساعات من كتر ما الواحد بيبقى باله مشغول وبيفكر في حاجات كتير بيبقى فعلا مش مركز في تفاصيل، وحاجات صغيره كتير قوي بتقع منه كده وبتسقط منه وما بيبقاش فاكرها، مع انه لو افتكرها هينبسط ويفرح ويضحك ويفتكر ذكرياته، فدي بتبقى لطيفه قوي. صحيح. على اي حال يعني هو كل التعليقات ربما بتصب في نفس الاطار، سؤالنا مستمر مع حضراتكم، ايه هو اول موقف اتعرضتوا له في الشغل وازاي اثر عليك؟ موقف شخصيه حصلت يوم لا تنساه من اول ايام العمل، كلمنا عنه، اكتب لنا على صفحتنا على الفيسبوك وهنقول تعليق حضرتك خلال فقرات صباح الخير. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. دلوقتي خلينا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان المباريات اللي هتتلعب في الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مؤتمر كل العرب في نسخته 20 بالتعاون مع الجمعية العالمية لأندية اللاينز تحت عنوان المناخ والبيئة وتنمية المجتمع. النهاردة هتبدأ امتحانات الترم الأول للصفين الرابع والخامس الابتدائي في محافظة القاهرة وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة وسلامة التلاميذ والطلاب والمعلمين. وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات على مستوى الإدارات التعليمية 33. النهاردة هتستضيف سينما الهناجر بساحة الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية نادي السينما الهندية، وده بالتعاون مع مركز مولانا أزاد الثقافي وسفارة الهند بالقاهرة، وهيتم عرض فيلم باريلي كي بارفي الساعة 6 بالليل. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة في مباراتين مهمين في إطار الجولة 13 من عمر المسابقة، هيلتقي غزل المحلة مع إمبي الساعة 5، والساعة 7 هيلتقي الأهلي مع المصري. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، وفرص لأمطار خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري ومدن القناة. كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون غزيرة أحيانا ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن في استمرار في انخفاض درجات الحرارة والأمطار يعني مختلفة من مكان لمكان بين خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا. بالفعل يمكن احنا من الساعات المتاخره من الليل بنتاثر بوجود منخفض جوي بدا بالامطار على السواحل الشماليه الغربيه تحديدا عند مطروح، مع تقدم ساعات الليل ودخول الساعات الاولى من صباح يوم الخميس بدات تساقط الامطار، يمكن من ساعات الفجر في سقوط امطار متوسط لغزيره على سواحلنا الشماليه وتحديدا في محافظه الاسكندريه، بعض المناطق من قصر الشيخ، كمان بعض المناطق من البحيره والدقهليه، بورسعيد، كافه السواحل الشماليه للبلاد حصل فيها تساقط الامطار، ومتوقع ان هو يستمر عليها تساقط الامطار ما بين المتوسط الى الغزير والرعدي احيانا، وقد يصاحبه تساقط لبعض حبات البرد، وكمان المناطق الداخليه، بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري زي المنوفيه وبعض المناطق من الشرقيه عليها الان امطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه والرعديه. امتدت الامطار كمان خلال الساعات الاولى من الصباح لبعض المناطق من القاهره الكبرى،
ففرص الامطار اليوم بتكون على المناطق الساحليه هي بين المتوسط والغزير بسبب تاثيرها اكثر بالمنخفض الجوي. كل ما تقدمنا للمناطق الداخليه كانت فرص الامطار اقل حده من المناطق الشماليه، ومتوقع استمرار فرص الامطار خلال الساعات القادمه خاصه في سواحلنا الشماليه الغربيه وتحديدا على شمال الوجه البحري والاسكندريه ومطروح. يمكن كمان تم تعطيل اعمال الامتحانات على محافظه الاسكندريه بسبب سقوط الامطار ما بين المتوسط والغزير خلال الساعات الاولى من الصباح. مع سقوط الامطار وتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه طبعا في انخفاض في درجات الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، متوقع العظمى خلال فتره النهار تكون 18 درجه مئويه، يعني اجواء شتويه لطيفه خلال فتره النهار على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد، واجواء معتدله على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار. ايضا متوقع خلال فترات الليل مزيد من الانخفاض في درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر، هتكون الاجواء ما بين البارده الى شديده البروده على اغلب الانحاء. كمان خلال فترة النهار اليوم في نشاط نسبي للرياح على أغلب المناطق، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، فده هيزود إحساسنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس. هل الرياح دي مصاحبة برمال يعني؟ لا، الرياح إن شاء الله مش هتكون محملة بالأسبة والرمال المطر، هي فقط هتساعدنا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة لأنها معظمها قادمة من على البحر المتوسط شماليات غربية مش قادمة من على الصحراء، فما فيش أي أسبة ورمال مطر، فقط هتخلينا نحس أكثر بانخفاض درجات الحرارة. إن شاء الله مع غدا إن شاء الله هيحصل يعني انحسار لفرص الأمطار في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وهتتلاشى فرص سقوط الأمطار من على المناطق الداخلية مع استمرار طبعا انخفاض درجات الحرارة وكمان تكون الشطورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. بشكرك فنية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 18 والصغرى 11، العاصمة الإدارية 18-10، اسكندرية 17-13، العالمين الجديدة 16-12، مطروح 16-12، دمياط 19-13، بورسعيد 18-11، الإسماعيلية 19-11، السويس العظمى فيها 18 والصغرى 11، العريش 18-10، كاترين 15-1، طابة 21-11، حلايب 22-15، شلاتين 26-17، شرم الشيخ 22-12، الغردقة 23-12، وبعد كده هنروح للفيوم اللي العظمى فيها 18 والصغرى 8، بني سويف 18-8، الوادي الجديد 23-6، أسيوط 19-7، سوهاج 21-9، قنا 22-9، الأقصر 22-8، وأسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. كمان عرفنا تفاصيل حالة الطقس النهاردة، في رياح وفي كمان شبورة مائية الصبح بدري وبالليل متأخر، درجات الحرارة في انخفاض، وفي أمطار بتختلف من منطقة لتانية ومن محافظة للتانية ما بين خفيفة ومتوسطة وأحيانا غزيرة ورعدية، وفي مناطق كمان هيكون فيها برد. ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية، نلبس طول الوقت لبس تقيل، وربنا يرجعكم يعني على بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لمنى ومصطفى نكمل معاهم باقي فقرات. شكرا ليك يا لمنى. شكرا ليك يا لمنى. امبارح انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الصورة دي بتحمل ربما رسائل ومعاني إنسانية كبيرة جدا لقيمة ولدور المعلم. كان في مجموعة من الطلاب في رحلة مدرسية، وأثناء فترة تناول الطعام قرر المعلم ده إن هو مش هياكل لغاية لما يأكل أحد الطلاب من ذوي الهمم. ربما الصورة دي تم تداولها بشكل كبير، وكل التعليقات كانت إشادة كبيرة جدا بموقف هذا المعلم الإنساني. احنا معنا عبر زوم الأستاذ مصطفى شرف الدين رئيس مجلس أمناء مدرسة كوم النور بالدقهلية، واللي صور الموقف ده خلال الرحلة. صباح الخير يا فندم، بنقدم لك التحية في بداية هذا الأمر على التقاط الصورة، وعايزين نتعرف منك على تفاصيل هذه الرحلة اللي كنتم فيها وكواليس التقاط هذه الصورة. صباح الخير يا استاذ مصطفى، صباح الخير يا استاذه منى. اهلا وسهلا. والله انا سعيد ان حضراتكم بتسلطوا الضوء على الحالات الجميله اللي بتعبر عن المجتمع المصري الاصيل، والحمد لله احنا يعني عملنا اللي يملي علينا ضميرنا تجاه اولادنا. بدايه
انا رئيس مجلس امناء مدرسه كومندور للتربيه الفكريه بمحافظه الدقهليه. المدرسه دي هي المدرسه الوحيده على مستوى محافظه الدقهليه الفكري اللي بتشتغل بالنظام الداخلي. بصراحه ربنا رزقنا بمديره في شهر 9 اللي فات كده للمدرسه. انا من دوري ان انا بروح اتواصل مع المدرسه واحضر اجتماع معاهم مره كل شهر اشوف احتياجات المدرسه ونشوف لو هنعمل حاجه مشاركه مجتمعيه. من ضمن الافكار اللي جت واحنا بنتكلم ان احنا اولادنا بنستلمهم من يوم الاحد لحد يوم الخميس، بناخدهم من اهاليهم يوم الاحد يستلموهم مننا يوم الخميس بعد الظهر. فاقترح احد الزملاء ان احنا عاوزين نعمل رحله نفرغ فيها طاقه الاولاد او نوريهم نخرجهم يعني من المكان وكده. طبعا اول عقبه كانت قابلتنا اللي هو تكاليف الرحله، فانا قلت لهم انا كرئيس مجلس امناء ان شاء الله متكفل بالاوتوبيس والمشاركه المجتمعيه جبنا بيها موافقه. وبعدين معاك اتفضل يا فندم. اتفضلي. اتفضل حضرتك كمل. حددنا الميعاد. احنا المدرسه عندنا قوتها 102 طالب، قسمناهم على دفعتين. كام طالب؟ عشان المدرسه 102 طالب. 102 طالب. ابتدائي واعدادي وتلمذه اللي هي التلمذه الصناعيه يعني التمهيد وكده. قسمناهم على دفعتين. في الدفعه الثانيه اللي هي كانت يوم الاربعاء اللي فات زي امبارح 4 يناير، كان البرنامج بتاعها هنزور احد المشروعات القوميه والمعالم الاثريه اللي هو المتحف القومي للحضارات. البرنامج بعديه هنعزم ولادنا على القريه الفرعونيه، ثم هنختتم ببانوراما اكتوبر. جه توافق معاد القريه الفرعونيه مع معاد الغداء بتاع الولاد. قبل ما نخش القريه من جوه نفسها في بارتيشن بره كده في الانتظار، اخترنا مكان كويس فيه وقعدنا بالولاد عشان نديهم وجبه الغداء بتاعنا. انا بعد ما الغداء اتوزع كلنا بنبدا نبص ونشوف الولاد في حد حاجه ناقصاهم في كلام من ده، فانا بلف في المكان عشان اشوف لو في حاجه ناقصه او كده. شدني منظر الاستاذ ابراهيم بصراحه، انا وقفت قدامه يعني. انا يمكن حضرتك لما تشوف الصوره انا بيني وبينه حوالي 7 أو 8 متر يعني. الصوره بعيده فعلا. وانا مزوم، كنت مزوم عليه وشدني المنظر وهو واقف. يعني انا يمكن اول مره اقول الكلمه اللي انا هقولها دي. في البدايه الاستاذ ابراهيم كان ماسك منديل بينظف مناخير عمر، كان في حاجات وكده في تفاصيل تفاصيل صغيره بتدل على الاهتمام. دي تفاصيل صغيره انا والله ما قلتها لحد قبل كده. بعد ما خلص مغير المنديل ومسح ايديه وجاب منه كوبايه ميه كده عم شاط في ايده من الازازه وبدا ياكل عمر لان عمر مش قادر ان هو. فصورته حوالي 4 أو 5 صور. وبعد ما خلصنا ودخلنا القريه الفرعونيه وزمايله كلهم بصراحه كل واحد كل مشرف مسؤول عن 3 ولاد قام بدوره زي الفل مع اولادنا. كانت رحله ناجحه جدا. وانا في الاوتوبيس بقى بدات اشكر الناس كلها وشكرت الاستاذ ابراهيم تحديدا. قلت له يا استاذ ابراهيم انت ونوره لكم عندي شكر خاص. نوره ديت عامله كنا مطلعينها مرافقه لطالب واحد بس شايلاه على كتفها طول الرحله لانه هو عنده اعاقه حركيه. انا يا استاذ ابراهيم صورتك، الموضوع ده يزعلك؟ صحيح. قام قال لي صورتني ازاي؟ قلت له صورتك كنت في الموقف كذا كذا ووريته الصور. أي. قال لي والله ده صور جميله جدا وانت عارف انا يعني عاملها تلقائيه. طيب قلت له عشان عارف بمعنى تاني يعني هل كنت تتوقع بقى ان الصوره دي يعني هتحظى بهذا الاهتمام وهذا الصدى؟ نعم بصراحه لا. انا لما حطيت الصوره على الفيسبوك عندي يعني قلت ايه، انا اتمنى ان الدوله تتحرك عشان الاستاذ ابراهيم ده لما يتكرم من القياده هيبقى مثال يحتذى به لكل المعلمين حتى اللي في التعليم العالي. ان النهارده المعلم يقوم بدوره على اكمل وجه. المعلم مش مجرد معلم داخل الفصل، لا، المعلم هو اب لكل طالب داخل المدرسه. تمام. فانا كنت يعني لما حطيتها حتى انا بعتها في رساله للسيد وكيل وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه وكتبت له كده تحتها بحلم ان حضرتك هتكرمه او على الاقل هتبعت مدير الاداره يكرمه. طب خليني اعرف شويه تفاصيل منك يا استاذ مصطفى.
أستاذ إبراهيم يعني مقيم هو وباقي الأساتذة مع الشباب الموجودين في المدرسة الداخلية، ولا النظام بيبقى موجود إزاي؟ هل عندكم مدرسين للإقامة ومدرسين تانيين للفصول، ولا احكي لي يعني الوضع في المدرسة إزاي والتعامل مع الطلاب، كل مدرس مسؤول عن كام طالب، كل التفاصيل دي؟ بص يا استاذه منى، احنا مدارس التربيه الخاصه اللي هي الفكري تحديدا، لان الفكري ده هو اصعب الاعاقات. احنا الاعاقات عندنا ثلاثه، ربنا يحفظ ولادك كله. نعم، السمعي والمكفوفين والفكري، فالفكري ده هو اصعب الاعاقات. اليوم الدراسي عندنا عباره عن حصص عاديه خالص، كل فصل بيبقى القانون بيقول الفصل بتاعنا من 6 ل 10 طلاب عشان الفصل يتفتح. بعد انتهاء اليوم الدراسي الساعة 1:30 الطلاب بتنزل للغدا. المدرسة مزودة بمطبخ، في طباخ وفي مشرف تغذية وفي مشرف صحي وما إلى ذلك. الولاد بيتناولوا وجبة الغدا، في بعض الطلاب بيروح اللي هو من البلد واللي أهله راغبين إن هو ما يجيش، وفي طلاب تانية بتقيم في المدرسة من أماكن أبعد. من انا عندي ناس من كرنس، عندي ناس من نابورو، عندي من شمال الدقهليه، يعني بالرغم ان احنا جنوب الدقهليه. بعد اليوم الدراسي في مدرس بيستلم الطلاب من الساعه 1:30 للساعه 2:30 على ما يجيله مسؤولين الدخل. احنا الدخل ده عباره عن مجموعات عمل بيذاكروا الطلاب، بيكسبوهم مهارات، بيربوهم، بيعملوا لهم يعني اللي هو باباه ومامته في البيت هيعملوه، هم بيعملوه في المدرسة لحد الساعة 7:30. الساعة 7:30 بيجي بقى يستلم منهم وردية تانية اللي هي وردية المبيت. وردية المبيت عبارة عن مشرف اجتماعي أو أخصائي اجتماعي للولاد وأخصائي اجتماعي للبنات، مشرف تغذية، اتنين عمال، عامل للبنين وعامل للبنات. احنا ولادنا دول مدرسينهم بيدخلوهم الحمام، ولادنا دول مدرسوهم بياكلوهم، ولادنا دول بيذاكروا لهم، وبعد ما بيخلصوا واجبات اليوم الدراسي واستلموا صحيح صحيح بيباتوا لحد الصبح. صحيح. الساعه 7:30 الصبح بينزلوا ياخدوا الفطار بتاعهم ويروحوا يقفوا في الطابور. على اي حال يعني في رسائل كتير ربما من هذه الصوره، وفي رسائل اكتر من هذا الموقف الانساني. بنشكرك الاستاذ مصطفى شرف الدين رئيس مجلس امناء مدرسه كوم النور بالدقهليه على هذه الصوره وعلى هذا التوضيح. دلوقتي مشاهدينا مع أدنى معموجز لأهم الأنباء مع لميا، تفضلي لنا. شكرا لك منى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني، وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى للاقتصادي من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للاطلاع على خطة الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية، بما في ذلك تطوير وتحديث الأسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع، وكذلك إعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى. أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن خبراء روس ساعدوا الطيارين الأمريكيين في إدارة الطيران الفيدرالية أثناء تعطل الشبكات الإلكترونية بالولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أنه خلال العطل الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة، وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورغ وماجدان المساعدة اللازمة لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤولية المركزين. وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران بولاية ألاسكا الأمريكية.
أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع بمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في الوقت الراهن. وكان جروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل وأنه يرغب بعد ذلك في زيارة روسيا. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاه البحرية الأمريكية المارينز في جزيرة أوكوانا بجنوب اليابان، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري خارجية البلدين، قال أوستن إنه بحلول عام 2025 سيتم استبدال كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة. كما أعلن أوستن أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على أن تشمل معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما الهجمات التي تتم عبر الفضاء في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الصناعية. I'll close by reiterating that the U.S. جددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها للصين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن زيادة انتشار فيروس كورونا. وفي بيان لها أكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات الصينية لسد الثغرات المهمة بما في ذلك فهم ديناميكيات انتقال العدوى وتحليل بيانات أعداد الدخول والخروج من المستشفيات والتسلسل الجيني للفيروس والاختلافات في معدلات الوفيات بين المناطق الحضرية والريفية. وأشاد المدير التنفيذي للمنظمة مايك راين بجهود الصين مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها مثل توسيع وحدات العناية المركزة وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية المضادة للفيروسات في المسار المبكر للمرض. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بمشاهدينا من جديد. تجربة مختلفة على السوشيال ميديا، أبطالها عيلة اختارت أنها تقدم محتوى فيه معلومات متكاملة في قالب ترفيهي كده يوصل المعلومة ويزود المعرفة عند المتابعين. خلينا نتعرف أكتر على عائلة موحة ومحتواها على السوشيال ميديا من رب الأسرة الأستاذ سامح صلاح. صباح الخير عليك يا أستاذ سامح. صباح الفل يا منى، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. خلينا بقى كده نقول ايه حكاية ان الناس كلها مقبلة جدا على اليوتيوب وكل الناس قاعدة بتحاول تتفرج على المحتويات، انت ظهرت وعملت محتوى مختلف لافت للنظر بعد ما كنا بنقول الولاد ما تتفرجوش على المحتويات بقى وطول الوقت تبقوا قاعدين اونلاين. لا، الواحد بيبقى سعيد وهو بيتفرج على محتواك. والله اول حاجة بس عايز اقولها انا بشكرك على وجودي معاكم في برنامج انا كنت متابعه من وانا صغير، وان شاء الله اتمنى يكون للقاء مع حضراتكم على الهواء ان شاء الله. والله الفكره جت ان احنا اصلا في البدايه ما كناش بنعمل موضوع التحديات الدينيه، كنا بنعمل حاجات من واقع البيت المصري فيها فايده للاسره فيها فايده للطفل بس بعيد عن الدين البحت اللي احنا فيه حاليا يعني. فمع التطور بتاعنا ولما بدانا ان احنا نوصل للناس ونوصل لشريحه اكبر من الناس، الموضوع بدا ان مثلا بنتي ابن بعدي مثلا بناكل مع بعض تيجي تقول لي معلومه دينيه، بابا انا عرفت كذا، انت كنت تعرف المعلومه دي؟ اقول لها لا، ضيفي لي معلومه زياده، ونقعد نضيف لبعض معلومات زياده. مع الوقت قلت لهم ايه رايكم لو نعمل المعلومات الدينيه ديت قدام الكاميرا، احنا بنستفيد ونفيد الناس. ومن هنا جت الفكره، يعني كانت شراره الفكره كانت جانا بنتي بالصدفه ولاقت استحسان وقبول الناس، ودلوقتي احنا بنستفاد مع الناس والحمد لله بنفيدهم، ونسال ربنا ان تكون حاجه كويسه يعني يا رب. طب عايزين نتعرف منك عن نجوم هذا المحتوى، مين هم افراد عيلتك؟ حدثنا عن كل واحد بالتفصيل. انا زوجتي شيماء طبعاً. وولادي ادهم وجانا وفريده. اعمارهم ايه؟ بيدرسوا في ايه؟ جانا تاني اعدادي، ادهم رابع ابتدائي، فريده كي جي 1. ما شاء الله. الفكره جت من كورونا، من وقت كورونا، وقت الحظر في كورونا، ولما قعدتوا مع بعض في البيت ولادك كانوا متحمسين انهم يحاولوا يوثقوا الفتره اللي انتوا قاعدين فيها في البيت،
وفي الاول انت وزوجتك ما كنتوش بتظهروا في الفيديوز، كنتوا بتطلعوا صوت بس، بعد كده الموضوع اتطور ليه؟ والله في البدايه خالص لما كان في تخفيض عماله في الدوله انا كنت قاعد في البيت معظم الوقت، فقلنا ان احنا نستغل الوقت دوت ونستغل السوشيال ميديا نفسها، يعني اولادي قاعدين يزنوا عليا عايزين نعمل قناه على اليوتيوب يا بابا، انا كنت رافض في بدايه الامر مع زنهم وكده، فقبلت وعملنا القناه فعلا، وبدات القناه الى حد ما تكبر، كنت انا طالع فيها انا واولادي بس، انا وادهم وجانا بس في البدايه خالص. بعد ما القناه بدات تكبر صحينا من النوم فجاه لقينا القناه دي قفلت من اداره اليوتيوب نفسه. فطبعا كان بدا يبقى عندنا حلم بقى عايزين نحققه، وبدانا ان احنا نفهم شويه في المجال، عملنا بالفعل قناه جديده واصرينا على ان احنا نحقق حلمنا، ودلوقتي الحمد لله قناتنا كبرت وصفحتنا كبرت. فالبدايه كلها كانت زن ولادي وكانت صدفه مش اكتر يعني. ايوه. بتعدوا الحلقات ازاي؟ الكونتنت بتكتبوه ازاي؟ ومين اللي بيختار شكل التحدي؟ احنا بنتفق كلنا على شكل التحدي، هي القصه ما بتبقاش في شكل التحدي، هي القصه بتبقى في طبيعه الاسئله، يعني احنا لما بنيجي نحضر للحلقه نفسها بنبدا من بدايه الاسبوع. هنعمل مثلا النهارده اسئله متنوعه، فنقعد نتناول مع بعض الاسئله ديت في بدايه الاسبوع، ونيجي في نهايه الاسبوع نصور، احنا بنصور كل جمعه بس. أيوة. ونيجي في نهايه الاسبوع نصور ونشوف مين فاكر ومين ناسي. انا وزوجتي بنفاجئ بعض باسئله جديده، ولادي بيكون عندهم فكره عن الاسئله في بدايه الاسبوع. ايوه. حضرتك فاهم قصدي؟ ايوه ايوه. فيجي في نهايه الاسبوع بقى مين فاكر ومين ناسي. بالنسبه لقصص الانبياء احنا حاليا بنعمل حلقه كل يوم حلقه كامله عن قصص الانبياء. بنذاكر قصه النبي المعين اللي احنا هيبقى موضوع الحلقه في بدايه الاسبوع. ونيجي في نهايه الاسبوع نتناول قصه النبي اللي احنا بنتكلم عليه على شكل سؤال وجواب. أيوه. من بدايته لنهايته. طيب لا حضرتك بتقول انه القصه مش في شكل التحدي، انا عايزه اقول لك هي القصه اصلا في شكل التحدي. لما يبقى التحدي قائم على ان احنا عندنا معلومات وبنتحدى بعض في المعلومات، غير خالص لما بنعمل تحدي ان احنا ناكل اكبر صينيه مكرونه او ان احنا نغرق بعض مش عارفه بالميه، يعني شكل التحدي نفسه الراقي الظريف اللي بيحصل في بيوتنا الحقيقيه فعلا بجد، مش اشكال او تصدير محاوله تصدير صوره مختلفه لحياه اليوتيوبرز. اعتقد ان لا فارق جدا شكل التحدي يا استاذ سامح. بصي انا هفتح لك قلبي في الحته دي وهكلمك بصراحه، احنا في موضوع التحديات ان احنا عايزين نوصل لاكبر شريحه ممكنه من الناس، وعايزين ان احنا نستخدم التواصل الاجتماعي بشكل كويس، يعني زي ما حضرتك شايفه ان الترندات اليومين دول الترند بيعلى، وايه هو الترند؟ لا شيء في النهايه، هتلاقيه لا شيء. انا اتفرجت على الترند اللي كل الناس بتتفرج عليه، ما طلعتش بمصلحه، ما طلعتش بفايده، حرق وقت على الفاضي. اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نوصل للناس رساله في ديننا الجميل بشكل تحديات ظريفه، منها ان هو بيستفيد ومنها ان هو بيبتسم طول ما هو بيتفرج على الفيديو. فان احنا حاولنا ان احنا يعني نجذب اكبر شريحه من الاطفال، لذلك الاسر كلها بتامن على اولادها معانا. فدي اهم نقطه، ان احنا نحاول نوصل رساله كويسه ونستخدم التواصل الاجتماعي بدل ما تكون تباعد اجتماعي. يعني لما تكون الاسره بالكامل بتتفرج على الحلقه، وبعد ما الحلقه تخلص الاسره تقلد التحدي ده، يجيبوا شويه بلالين ويسالوا بعض نفس الاسئله اللي احنا سالناها في الحلقه، هم ضحكوا وابتسموا واستفادوا معلومات دينيه ما كانوش يعرفوها، واحنا دخلنا قلوبهم والدين اتحب اكتر من الاول، المعلومات اتعرفت. عارفه حضرتك في زحمه الحياه وفي يعني في قضم الاحداث الكتير اللي بتحصل ديت بننسى، بنبقى مش عارفين معلومات عن ديننا الجميل، حاجات زي كده كتير. يعني لما احنا بنعمل حاجه زي كده بنحبب الناس في الدين بشكل بسيط، بشكل ترفيهي، بشكل يناسب الكبير والصغير. قصه التحديات احنا لو عملناها يعني احنا كان ممكن نختار اي محتوى تاني. صحيح. والمحتويات التانيه بتجيب مشاهدات، بس احنا ما سبناش اثر طيب. طب انت لو عندك نصيحه، هو كل المحتويات يا مصطفى الهادفه الظريفه يعني مقبوله ومرحب بيها دايما، واحنا طبعا بنتابع اكتر من حاجه، لكن احنا بنتكلم في المحتوى التثقيفي قد ايه فارق وقد ايه شكله مختلف. اتفضل يا استاذ. عموما انا بسالك بس عن نصيحه، لو عندك نصيحه تقولها لصناع المحتوى على السوشيال ميديا، لو انا عايز اعمل محتوى بشكل لطيف اقدم فيه رساله وفي نفس الوقت ما بقاش مبتذل، ما بقاش بضر قيم الاسره المصريه، اعمل ايه؟ والله انا حابب اقول لكل حد عنده جمهور بيتابعه يستغل النجاح اللي هو فيه، ويستغل الناس اللي بتسمعه مستنيه له فيديو معين، ان هو بدل ما بيقدم حاجه الناس مش هتستفيد منها حاجه، يقدم حاجه
تخدم المحتوى بتاعه وتفيد الناس في نفس الوقت. يعني انا ما بقولش لحد مثلا غير المحتوى بتاعك وخليك انسان مثالي، بس كل واحد يعني بلاش يفتح الكاميرا ويعمل فيديو ملوش لازمه، يعمل فيديو زي ما هو عايز بالمحتوى بتاعه بس يخلي فيه رساله حلوه، يسيب اثر طيب. العمر قصير جدا، فانا لما هعمل فيديو والفيديو ده بيفضل موجود، يا اما صدقه جاريه يا اما سيئه جاريه. صحيح. فانا حابب بس ان كل واحد عنده جمهور بيتفرج عليه يسيب للجمهور ده بصمه حلوه، يسيب له اثر طيب، يسيب له حاجه الجمهور يستفيد بيها. ايوه، كل الشكر ليك الاستاذ سامح صلاح صانع محتوى على السوشيال ميديا وعائله موحه، شكرا جزيلا ليك. من يومين وصلت مصر وتحديدا مطار شرم الشيخ اول طياره تقل فوق سياحي اتى الى مصر من اجل اقامه حفل زفاف هيستمر 3 ايام. الحفل ده جه في اطار خطه مصر لتنشيط انماط جديده من السياحه واللي مصر بتخطو فيها خطوات كبيره جدا، زي سياحه المؤتمرات، سياحه المهرجانات، سياحه اللخوت، السياحه العلاجيه وغيرها من انماط السياحه اللي الدوله المصريه قررت ان هي تطورها بشكل كبير. خلينا نتحدث مع الاستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحيه عشان يعرفنا على هذا الامر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا. اهلا بحضرتك. خلينا نبدا معاك من سياحه حفلات الزفاف اللي يمكن كتير مننا ما يعرفش اهميتها. يعني احنا شفنا افتتاح مبهر في الاقصر مثلا وعرض ازياء وناس جت على متن طيارات خاصه وقعدت كذا وقت ومشيت تاني. الموضوع بيتكرر في صوره حفل زفاف وبتاتي فيه جنسيات كتيره جدا. كلمنا ازاي بنسوقه، ازاي بنصنعه، ازاي بنعمله، وخصوصا ده يعني نوع جديد احنا مش فاهمينه يا فندم. اولا التنويع في النمط السياحي ده بيزود طبعا اولا الاعداد السياحيه الوافده لمصر وزياده الدخل القومي. اما بالنسبه للنمط اللي هو اقامه الحفلات الزواج، حضرتك عارف الهند مشهوره جدا باقامه الحفلات لان الهند طبعا عندهم طبعا فئه قويه، الهند غنيه جدا وهي تستطيع ان تصرف وتتبذخ في البلاد زي كان تركيا والبلاد المحيطه بجانب الكنان. احنا طبعا نخوض هذه التجربه ونهدف الى كسب هذه النمط من نوع السياحة. ده بيديني واحد، وانا زيادة عد، اثنين زيادة الدخل القومي، ثلاثة الترويج لهذا النمط في سنين او في بلد الهند. اي فبالتالي انا يعني النهاردة انت عارف حضرتك ارض الكنان غنية بكثير من النمط السياحي المتعدد، واحنا حاليا ان احنا بنوسع هذه النمط السياحي وليس فقط حفل الزواج او السفاري او الدخول، فاحنا بنزداد كل يوم واضافه نوع جديد للنمط السياحي المصري. اكيد يمكن محتاجين مزيد من الدعم من الاعمال الدراميه. يعني في فتره من الفترات انتشر حفلات الزفاف اللي بتتشاف في دراما، في بعض الدرامات يعني سواء الاجنبيه بقى، يمكن احنا محتاجين الفتره الجايه يبقى عندنا دعم اكتر من الدراما المصريه بحيث انها تروج للاماكن السياحيه وتروج لاماكن الزفاف في اماكن مختلفه من مصر. هل الموضوع بينحصر كله في الحفلات الزفاف الشاطئيه ولا لا ممكن الموضوع يتطور ويبقى له علاقه باماكن لها علاقه باصول تاريخيه؟ حضرتك طبعا عارفه ان السايح ما بيجي على ارض الكنانه اللي غرضه بناء لنمط سياحي ما، ولكن ما بينساش ان هو يبتدي يزور الاثار. طبعا من الاثار احنا عندنا نمتلك اثار فريده من نوعها، وكل انسان يتمنى ان يجي يزور هذه الاثار مره في حياته. وبالتالي انضم اي نمط سياحي جديد هو برضه تشجيع وزيادة الأعداد طب للنمط الموجود الكلاسيكال الموجود على أرض الكنانة. فبالتالي وحضرتك أنت قلت حاجة كويسة جدا، أما التلفزيون المصري يعمل فهمتني بحاجة درامية زي اللي عملها في رمضان اللي فات في منطقة أسوان لكاتاراكت الفندق، جاب نتيجه قويه جدا جدا. وبالتالي احنا ناخد خطوه زي تركيا ما كانت بتعمل هذه التمثيليات وكانت بتفرج العالم على الاماكن السياحيه، فهي دعايه مباشره لجذب السياحه لهذه المناطق. فاحنا بالتالي احنا عندنا
النهارده أنماط كتيرة سياحية. فأنا من خلال منبر حضرتك بقول للتلفزيون إن هو يبتدي يشجع هذه الدراما اللي هي بتقول للعالم إحنا عندنا إيه، ودي دعاية قوية جدا وعشان توصل للمواطن في العالم طبيعة. أيوه. طب تنويع سلة المنتجات السياحية المقدمة في شكل واحد، يعني حضرتك شايف إن أكيد قدامها تحديات كتير، أبرزها إيه؟ يعني نقدر نعالج إيه يا فندم؟ اتفضل. أبرز تحديات هي حضرتك لما بتكون عندك ديستنيشن، أنت بتوسع حياتك ديستنيشن مع أنماط سياحية جديدة، فلابد من وجود شركة ناقلة قوية جدا تنقل لي هذه الأعداد، لأن حضرتك تسويق بدون شركة ناقلة فإحنا طبعا كأننا بنحرق في بحر. بالتالي أهم حاجة من مقومات وتشجيع شركات الطيران السياحية هي وجود الشركة الناقلة بأسطولها البحر. وده ملوش حل، لأن أنا برضو سألت في القصة دي، يعني المسكنات حتى قصة الشارتر ما تفتحش يعني مجال. بص حضرتك احنا عندنا شركات مصرية خاصة للشارتر ولكن غير كافية، فلابد من وجود الشركة الوطنية بتشجيعها وتوسيع اسطولها الكبير، زي هديك مثلا زي تركيش ايرويز القطرية الاماراتية حضرتك والاثيوبية، النهاردة عندهم اسطول ضخم جدا جدا بينقلوا اعداد كبيرة الى أرضهم، وبالتالي هذه الأعداد لما بتمر حتى لو كانوا مرة فقط نضيف فبيقعدوا على الأقل تو نايتس الليلتين في هذه البلد. أنا بقول من خلال منبرك إن عاوزين توسيع الشركة الناقلة المصرية. طيب يعني احنا متخيلين ان الزفاف الهندي اكيد هيكون متميز ومختلف، ومتخيلين ان احنا ان شاء الله هنتابع صور مختلفة على السوشيال ميديا تبين حلاوة وجمال الفرح. هل حضرتك عندك اي تفاصيل عن الباكيج اللي بتتقدم او التسهيلات اللي ممكن تكون بتقدم لجذب مزيد من سياحة الحفلات الزفاف في الفترة القادمة خصوصا من المناطق القريبة اللي حوالينا؟ بص حضرتك هي الحفل الزفاف ده بيكون حفل زفاف اسطوري، زي ما كانت يعني كريستيان ديور ليه وعمل حفلته الشهيره جدا في الكارنك، جاء صدق ايجابي قوي جدا جدا. فبالتالي انا النهارده عندي باكج قوي جدا، لان انا قلت في بدايه البرنامج الناس دي بتيجي بتصل ببذخ، فبالتالي بتكون اقل عدد الايام اللي هم بيقضوا بيها حفل الزفاف اقل حاجه هي 3 4 5 ايام وتوصل لاسبوع، وبعدين بتيجي ناس اعداد كبيره جدا جدا وطياراته بالخاصه. يعني احنا بدانا ان شاء الله في هذا المنوال، فاذا هيجيب نتيجه قويه جدا جدا، لان ارض التنانه غنيه جدا بمناظرها الطبيعيه والاكتيفيتي النشاط الكثير الموجود على ارض التنانه. ايوه. فعاليه زي فعاليه حفل المومياوات مثلا او افتتاح طريق الكباش، يعني ازاي ساهمت في جذب هؤلاء الى الداخل المصري؟ هل عملت فعلا حاجه؟ حضرتك شوف كل حدث له ايجابيه قويه جدا، لان الحدث بيأثر تاثير ايجابي في الدعايه الى مصر او لاي مقصد سياحي. فبالتالي حضرتك شفت يعني طريق الكباش او نقل مومياوات من المتحف المصري او كريستيان ديور لما بيجي هنا، فهمتني، الماركات العالميه ده بيبقى له صدى قوي جدا جدا، حتى لو حضرتك عملت دعايه بملايين مش هتيجي نفس الاجابه او الرضا الصدى بتاع هذه الايفنت للمقصد السياحي المصري. طيب ده اعتقد ان هو هيضخ دماء جديده كمان في او اسماء جديده من السوق المصري حتى تربع يعني على عرش تنسيق وتنظيم حفلات الزفاف. يمكن احنا بنتفرج كتير على حفلات زفاف على الشواطئ والبعض بيكون له مناطق كده لها خلفيه تاريخيه، لكن ما فكرناش نستغل او نروج للصحراء المصريه. احنا عندنا مساحات صحاري واسعه بالوان صفراء جميله ومتميزه، هل نقدر
نفكر ان احنا نعمل تدعيم للمنتج السياحي عندنا ونقول ان احنا عندنا برضو صحراء نقدر نستغلها بشكل او باخر؟ حضرتك عندنا برنامج الصحراء ده يعني منذ زمن بعيد فله صيت قوي جدا 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 لان عندنا مناظر خلابه حقيقه وواحات خلابه تمد السائح بكل ما يستطيع من ان هو يتواجد اكثر من ليله في هذه الصحراء. فبالتالي احنا عندنا امكانيات جباره ولكن طبعا الظروف طبعا الامنيه حتى الان الصحراء لم يسمح بزيارتها ولكن عندنا اقبال وضمان مطلوب لزياره الصحراء ولكن احنا وعندنا دعايه قويه بالنسبه للصحراء المصريه. فهمتني حضرتك ده كله موجود ولكن بكرر طبعا طبقا للدواعي الامنيه فموقوفه حاليا الصحاري زياره السفاري الصحراويه. ونشكرك استاذ علي. استاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحيه شكرا جزيلا لحضرتك. خلينا نرجع تاني لسؤالنا في حلقتنا النهارده اللي طرحناه في بدايه الحلقه. احكي لنا عن موقف طريف حصل معاك في اول يوم شغل، موقف ما تنساهوش ابدا. خلينا نشوف احمد مطوع بيقول صباح الخير، الموقف اللي حصل معايا اول يوم شغل هحكيهولك اول لما اشتغل باذن الله وشكرا. ان شاء الله تشتغل يا احمد والشغلانه اللي انت عايزها كمان. اميره العدلي بتقول اول يوم شغل ليا كمعلمه دخلت رائب لان كان في امتحانات وقلت اطلع العقد بتاع المدرسين. العقد هي قصدها نقلا عن اميره العدل العقد بتاعت المدرسين واشد اللجنه. وكانت بدايه جديده قوي في حياتي كمعلمه وسارت حتى الان وانا على مشارف المعاش. يا مدام اميره ربنا يديكي طول العمر والصحه. اسامه جمال ساسا بيقول صباح الخير عليكم، انا شغال بنا. اقرب موقف حصل معايا واحد بعتنا ان احنا نبني سور جامع ورحنا اشتغلنا وبنينا السور وبعد ما بنينا السور جه صاحب الشغل قام قايل ايه ده مش هو ده الجامع اللي احنا كنا عايزين نبني سور حواليه. انس الوجود بيقول اول يوم تم تعييني كمعلم ناديت على مدرس زميل باسمه مجردا فعاتبني مدير المدرسه وقال لي لا يا استاذ في المدرسه لازم تقول لزميلك يا استاذ فلان وكان موقف لا انساه. موقف مش ممكن انساه يوم فرحي، هو كان مش هقول بقى يوم شغل، يوم فرحي حصل مشكله بين اهلي واهل العريس ووالدي ونزلنا من الكوشه وبعدين دخلنا وكملنا الفرح. ربنا يتم لك على خير يا الشهد. احنا بنسال النهارده عن الشغل مش مواقف بصفه عامه، بس برضو يعني خلي الناس تتقلب من قلوبها احسن. صحيح. هبه سعيد بتقول عمري ما حنسى اني مش كنت بعرف الطرق الا وانا مع بابا وماما، وفي يوم قبل الشغل عشان اروح الشغل يعني ما كنتش عارفه تروح الشغل لوحدها ازاي، قعدت ادور على الشقه اللي فيها الشركه وما كنتش لاقياها خالص ونزلت للدور اللي تحت واتريها في الدور الشقه يعني بتاعت الشركه في الدور اللي فوق مش في الدور اللي تحت. هبه بتحكي لنا موقف يعني عن ايه اول ايام عملها وما كانتش عارفه تلاقي المكان. مصطفى عزمي بيقول كنت بشتغل في احصاء للشقق بعماره في مكان ما ووصلت للدور الاخير والمفروض ان الدور الاخير ده اربع شقق، الدور كان مظلم واول ما الاسانسير فتح لقى قدامه حاسس انه بقى في ادغال افريقيا لانه شاف قدامه اسدين حقيقيين، اتخض جدا وبعدين اكتشف ان الاسدين دول محنطين وهو من الخضه ما كانش واخد باله ان ما كانش الاسدين عايشين. خضه كبيره يا مصطفى بالذات لما تخرج من الاسانسير وتلاقي الضلمه قدامك وبعدين طالع لك عينين اسد، لا موقف مش سهل خالص. صحيح. على اي حال سؤالنا زي ما قلنا لحضراتكم هو يعني اهم موقف لا تنساه ابدا في اول يوم شغل ليك او في اول ايام عملك واهم شخص قابلته ربما اثر في حياتك في اول ايام عملك. منتظرين اجاباتكم على صفحة صباح الخير مصر على موقع فيسبوك هنقولها خلال البرنامج. خليكم معنا وفصل قصير ونعود مرة أخرى لاستكمال فقرتنا في صباح الخير مصر. أهلا بكل مشاهدينا من جديد. في الأيام اللي فاتت سمعنا عن أول حفل مصري في قصر نفرتيتي بالعالم الافتراضي الميتافيرس،
وده كان باللغة المصرية القديمة للسوبرانو أميرة سليم وعزفة الهارب الفنانة منى واصف. آلة الهارب أو الآلة وترية عند قدماء المصريين، وكان ليها طبعا دور رئيسي في العزف عليها في كتير في النواحي الحياة قديما. احنا معانا عبر الهاتف عازفة الهارب الفنانة منى واصف. صباح الخير عليكي، أهلا وسهلا. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. طبعا احنا العالم كله قعد فترة طويلة جدا يتكلم عن أنشودة الحب، وقعد يقول قد ايه مختلفة، وقعد يتكلم عن انها كان لها تأثير كبير. لو تقولي لنا بقى الأنشودة كلها قائمة على ايه، وتكلمينا عنها اكتر. طيب اولا هي أغنية حب اسمها مروت أك، هي بالفعل مكتوبة على بردية من البرديات القديمة، وهي مكتوبة لسيدة بتعبر عن حبها ومشاعر العشق اللي قلبها بيحس بيه تجاه حبيبها. اللي حصل انه أميرة سليم السوبرانو، أميرة سليم صاحبتي، كلمتني قالت لي ان في أغنية اسمها مروت أك، وانه انا حابه ان احنا نقدمها سوا، ومن خلالها نحيي طبعا اللغه المصريه القديمه، وتتقدم بآله الهارب، بان آله الهارب تعتبر اول آله وتريه لدى القدماء المصريين. والحقيقه انا طبعا تحمست جدا للفكره بتاعتها، واللي حمسني كمان الطريقه اللي هي صاغت بيها غناء الكلمات الاغنيه نفسها، لان هي صاغتها بطريقه يعني غايه في الروعه. فقلت لها طيب يلا بينا جدا، لانه انت لما بتقدمي حاجه زي كده فبتعيدي احياء اللغه من خلال حاجه بالفعل كانت موجوده مكتوبه في احدى البرديات القديمه، وبتتقدم بآلة الهارب. ف يعني بتعملي زي سبوت تاني للهويه المصريه من خلال اللغه ومن خلال الهارب. طب ليه اخترتوا الغناء باللغه المصريه القديمه؟ يعني ما خفتوش ان ده ممكن يبقى حاجز بينكم وبين الناس ما تفهمش؟ يعني انا عارف ان كان في تاثير كبير جدا في حفل المومياوات، ولغايه دلوقتي الاغنيه اللي يمكن العالم كله يعني مفتون بيها، ولكن ان انا يعني ما هو في افلام عن الفراعنه باللغه الانجليزيه، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. والله بص، يعني انت لما تقدر تسمع يعني تشوف الصدى اللي اتعمل لما أميرة سليم قدمت الجزء الغنائي بتاعها في حفل مومياوات السنه اللي فاتت، وقد ايه الناس تفاعلت معاه، على الرغم ان هم يعني ما حدش عارف الطريقه اللي بتتنطق بيها الكلمات، لان هي مختلفه خالص عن الطريقه اللي احنا بنتكلم بيها. صحيح. ولكن هي يعني اخذت صدى كبير جدا، والناس حبت بيها جدا، يعني حبيتها جدا. ليه لا ان احنا يعني نعيد تاني، نعرف الشعب المصري اللغه المصريه عامله ازاي، وطريقه النطق بتاعتها عامله ازاي. وبعدين هي كمان لما جت قدمت الاغنيه اهتمت ان هي على السوشيال ميديا تكتب المعنى الحرفي لكل جمله بتتقال في الاغنيه، فبالتالي اللي قاعد بيسمع هو فهم المضمون، ولكن بيستمتع بيه من خلال لغه ثانيه غير اللغه الدارجه اللي احنا بنتكلم بيها. فبالعكس انا شايفه انها فكره جميله جدا يعني. أكيد. طيب يعني هل يمكن عشان هي حاجة مش درجة وهي حاجة مش متعودين عليها، ده ممكن يكون ساعد في انتشارها مع الإحساس العالي في تقديمها، سواء بقى من خلال الطريقة اللي اتقدمت بيها أو من خلال الهارب، ده ممكن يكون ساعد أنها تبقى ظاهرة بشكل مختلف؟ طبعا هو اختلاف اللغة في حد ذاته أنه احنا كلنا مصريين، ولكن ما حدش مننا بيستخدم اللغه دي. يعني العلاقه ما بيننا ما بين القدماء المصريين عفوا مرتبطه بزياره المتاحف، ومرتبطه بالاماكن الاثريه، لكن انت بقى تسمعي ده لايف، يعني اللغه اللي انت شايفاها موجوده على جداريات دي تقدري انك تسمعيها لايف وتسمعي المخارج الالفاظ بتاعتها عامله ازاي. فانه ده يعاد تاني احيائه
وانه ما يبقاش مجرد انه كلمات مدونه على جيتاريات او في برديات، لا انه يتقدم بشكل فني في اغنيه، ده في حد ذاته شيء جميل جدا يعني. اكيد. ازاي طيب قدرتي توظفي آلة الهارب في تقديم هذا المحتوى الموسيقي؟ معروف ان هي آلة الهارب طبعا آلة فرعونية وكان بتستخدم قديما، وظفناها ازاي في هذه الانشوده القديم؟ بص، هو آلة الهارب عفوا معلش عادي برد سلامتك. آلة الهارب يعني بطبيعتها لما حد يعني اي حد بيسمعها بيحس ان هي آلة حليمة جدا. فاللي حصل انه انا سمعت يعني هي بعتت لي مقطع كانت مسجلاه للاغنيه وتصورها للحن، ازاي انه يعني ازاي الكلمات تتأدى ازاي مع الهارب، لانه الهارب هنا كان بيعزف عمل مشهور قوي لسباسيان باخ وهو بريليود. فهي الفكرة ازاي انك انت تعمل مزج ما بين الطريقة اللي أميرة صاغت بيها الكلمات، أداء الكلمات مع العمل دوت بآلة الهارب. الحقيقة ان انا يعني لا اقدر اقوله لك ان انا تخيلت نفسي جوه متحف او ان انا جوه معبد بالفعل، وتخيلت الأجواء اللي كانت موجودة وقتها، لأنه آلة الهارب لدى القدماء المصريين ما كانتش آلة مقتصرة بس على الاحتفالات، هي كانت آلة بتستخدم في كتير من مناحي الحياة، في الصلوات وفي يعني وقت الفرح والسمر، وحتى في ما بين الزوج وزوجته كان ممكن الزوجه تقوم وتعزف في هارب. يعني الفكره نفسها ان آلة الهارب كانت عنصر اساسي قديما يعني. فالواحد يعني تخيل الاجواء دي كلها ومن خلالها يعني عاش الفكره فعلا. فده ودي كانت النتيجة اللي حضرتك سمعها. طب خلينا نسمعها مع بعض كده ونرجع تاني نكمل كلامنا أنا وإنتي. خلينا معا منى واصف عزفة الهارب. خلينا نقول إن قبل ما نسمع جزء من أغنية كده كنت بتقولي أنا تخيلت نفسي موجودة في معبد بالفعل وأنا بعزف على الهارب. متخيلة إن الفترة اللي جاية ممكن بقى حفلات في الأقصر وحفلات في أسوان وحفلات في الأماكن السياحية الفرعونية القديمة فعلا يتم فيها وجود آلات بقى الهارب ويتم فيها وجود حفلات خاصة بالغنى بالشكل القديم ده؟ يعني أتوقع أنه يبدأ يزيد. يعني هو بالفعل الهارب يعني أنا بعمل حفلات يعني في الأقصر وفي جوه المعابد فعليا، ولكن أتوقع أنه يزيد أن الحفلات تتقدم باللغة المصرية القديمة سواء مع آلة الهارب أو يعني بأوركسترا كامل يعني. فبالتالي أنت يعني بتعرفي المستمع بقى أنه يحس أكتر بقد إيه أن الحضارة بتاعتنا حضارة ثرية جدا، وأنه يشعر بيها من خلال الموسيقى، من ما يكتفيش بس بأنه بيزور المكان ويسمع القصص بتاعته، لا بالعكس انه يبدا يتخيل نفسه كانه فعلا عايش في المكان ده من خلال الاعمال اللي احنا بنقدمها. صحيح. اكيد استمتعنا بيها وان شاء الله نتابع لكم مزيد من الاحفالات في الفتره القادمه. كل الشكر ليكي عازفه الهارب الفنانه منى واصف، اهلا وسهلا بيكي. من كام يوم حصلت فنانه الاداء الصوتي منى شعراوي على جائزه فويس ارتس اوورد، وهذه الجائزة مقدمة من جمعية علوم وفنون الصوت الأمريكية كأفضل معلقة صوتية عربية عن فئة الإعلان المصور عبر التلفزيون لعام 2022. الجائزة دي بتعتبر من أهم الجوائز على مستوى العالم في مجال التعليق الصوتي وبيطلقوا عليها أوسكار الصوت. إحنا معنا على الهاتف منى شعراوي الحاصلة على جائزة أفضل معلقة صوتية عربية. أهلا بيك يا منى وألف مبروك، وكلمينا في البداية عن هذه الجائزة، مين اللي رشحك ليها وازاي وصلت لهذا يعني لهذه التنافسيه العالميه؟ صباح الخير وبشكركم جدا على المكالمه الهاتفيه الحلوه دي.
هي الفكرة إن المسابقة دي إحنا نعرفها يمكن من سنين، بس هي على مستوى عالمي، يمكن دي تاسع دورة ليها بتاعت سنة 2022. هم السنة اللي فاتت الحقيقة فتحوا مجال أو فتحوا باب لأن الأصوات العربية تقدم في المسابقة دي. هي كانت بادية طبعا باللغة الإنجليزية ودخلت لها بعض اللغات الأخرى، ولكن مع مجهودات بعض الزملاء في المجال ان هم يحاولوا يسعوا ان اللغه العربيه بتاعتنا تدخل في المسابقه، والحمد لله نجحوا بالفعل السنه اللي فاتت ان هي تبقى موجوده. انا السنه اللي فاتت كنت حكم موجود في المسابقه. السنه دي الحقيقه احنا اللي بنقدم، يعني احنا اللي بنقدم، وشجعنا كل الناس ان هي تقدم في المسابقه علشان يبقى الصوت العربي والصوت المصري كمان تحديدا يبقى ليه مكان ودور كبير في الموضوع ونثبت وجودنا. فالسنه دي الحقيقه ناس كتير قدمت، انا كنت من ضمن الناس اللي قدمت برضه. والحمد لله تم الترشح، ويعني ترشحت في الاول، والبروسس بتمشي زي اي ترشيحات لجوائز زي الاوسكار والحاجات دي، يعني بتبقى في ترشحات وفي لجنه حكم كبيره هي اللي بتتابع الاعمال المقدمه، بتعدي بكذا مرحله من مرحله التقديرات، وبعد كده بتتحسب كل الحاجات دي وبيتم الترشيح، وبعد كده بتتعمل تصفيه اخرى وبيتم بعد كده الفوز. فالحمد لله انا كنت اول صوت مصري الحقيقه يكسب النسائي، مش مصري بس عشان احنا معانا اثنين زملاتنا اصوات رجاليه كسبت من مصر. فانا كنت اول صوت نسائي الحمد لله يكسبها السنه دي، والحمد لله يعني هي الموضوع بيبقى توفيق من ربنا. يعني المشوار دايما مش بيبقى سهل ودايما مش بيبقى مفروش بالورود، عملتي ايه عشان تقدري توصلي للجائزه؟ لا المشوار ما بيبقاش سهل طبعا، يعني الحمد لله يعني يمكن بقالي حوالي 12 او 13 سنه بشتغل في مجال التعليق الصوتي، يمكن المجال بتاعنا شويه بيبقى غامض شويه للناس او مش مفهوم او مش واخد تقديره المناسب. ففكره ان الواحد يبقى بيبذل مجهود في حته شويه مش مفهومه بتبقى صعبه، ان الواحد يقدر يحاول يتعلمها بشكل كبير او يفهمها، لان مفيش مكان يمكن بيعلمها بشكل احترافي او واخدها محمل الجد ان هي تبقى شغلانه لوحدها. صحيح. ان الواحد يوصل لطرق يفهم بيها الموضوع ويتعلمه لوحده ويفهم كل اللي حواليه، سواء الصوت، سواء انواع الاداء، سواء هندسه الصوت، كل الحاجات دي ما كانتش سهله، يعني اخذ مني انا وقت كبير طبعا عشان اقدر افهمها، وعشان اقدر احط نفسي خصوصا انها بره مجال دراستك، يعني انت دارسه نظم معلومات واشتغلتي في التسويق، فالاثنين ما هماش اقرب حاجه للتعليق الصوتي، فاعتقد ده بعيد خالص. ما كانش مسهل عليكي الطريق ابدا. لا هو ما كانش سهل خالص، انا ما كنتش ريليتد خالص للمجال الاعلامي، يعني انا مش، بس هي كانت هوايتي منذ الصغر حقيقه، يعني هي فكره القراءه واللغه العربيه والاداء الصوت، يعني زي يعني طول عمري كنت في الاذاعه المدرسيه مثلا، يعني دي من الحاجات اللي انا طول عمري بحب اعملها. ايوه فدي أيوه. كانت هوايتي اللي انا فعلا قدرت احولها الحمد لله بتوفيق من ربنا، ان انا قدرت احولها لمجال شغلي اللي انا بقالي سنين بشتغل فيه. طب ما تسمعينا حاجه من اعمالك اللي انت عملتيها. الناس ربما مش فاهمه يعني ايه فويس اوفر او معلق صوتي، بس ما تحطناش بقى في شبهه اعلان، انت طبعا استاذه وفاهمه يعني ايه تلفزيون. انا اكيد مش، لا والله انا كان في برومو كنت عاملاه ايوه للقناه اول اطلاقها في الفضائيه المصريه. يا سلام. الحقيقه ايوه كان في حاجه كنت عاملاها فعلا، بس ادينا حته كده يعني. ايوه ادينا حته كده، انا عايزين نسمع برضه. انا بحاول ابعد عشان هي موضوع الاعلان. أيوة. بالظبط. أيوة. بحاول ابعد عن الحته دي. طب انا ممكن اقول الجملتين بس من اللي انا ماشي. اللي هي الكذبة الاول. قولي جملتين. هي اوكي اوكي. هي في كل مكان حولنا، فهل تراها؟ هي تلك الشرارة التي توقد فيك الأسئلة، هو ذلك الشغف للإبداع ولجمال ترسم ملامحه يداك. كفايه بقى عشان انا اصلا الله عليك. أنا أكيد. لا والله ممتازه طبعا، ما حدش يقدر. صوت دافي وعميق وجاي فعلا من القرار زي ما بيقولوا. منى الاداء الصوتي لو اتكلمنا عن انه اللغه العربيه الفصحى، اللهجه المصريه، ازاي بتعرفي تحركي ما بين ده وما بين ده وتحافظي كده على الشكل المصري والهويه المصريه في الاداء الصوتي بتاعك؟ الموضوع مش سهل طبعا، لان فكره ان الواحد يبقى يقدر يظبط اللغه العربيه ويقدر يخرجها من مخارجها السليمه وشكل التشكيل الصحيح،
لو ما ظبطناهاش بطريقه مظبوطه ممكن تودينا في لهجات احنا طب. مش عايزين نروح لها، مثلا لو احنا بنتكلم في مصر فهي بتبقى فيها شعره الفرق ما بين اللغه العربيه الفصيحه واللهجه المصريه الفصحى المصريه بتاعتنا وفي اللهجه المحليه بتاعتنا، فالتنقل ما بينهم بيبقى محتاج دايما ان الواحد يبقى واعي قوي ومدرب نفسه على الحروف كلها واصواتها ومخارجها بشكل سليم عشان التنقل ما يبقاش صعب، فهي بتبقى محتاجه سكيلز في الحته دي او التكنيكس بتاعت استخدامهم بس يعني، فهي طبعا محتاجه تدريب يعني ما تبقاش سهله يعني. يمكن انا كان مواجهني تحدي يمكن في بدايتي في الحته دي لان انا كنت بحب اشتغل الصبح بس، فلما كنت بشتغل في مصر كان بيبقى صعب شويه ان انت تقدري تقولي عليا ان انا مصريه طبعا، بس مع الوقت الحمد لله تغلبت عليها يعني، فكره ان الواحد يقدر يطلع من الفصحى يخش في المصري ويبان فعلا ان هو مصري ما يبانش ان هو حد مش مصري بتبقى شويه يعني تريكي يعني، بتحتاج خبره وبتحتاج وعي كمان اصلا باهميه انك تبيني هويتك في الفويس اوفر حتى اللي بتقدميه. منى شعراوي الحاصله على جائزه افضل معلقه صوتيه عربيه، نورتينا وشرفتينا وسعداء بوجودك معانا، اهلا وسهلا. شكرا ليك يا منى، شكرا ليك. إذن عقارب الساعة تشير إلى التاسعة وهو موعد موجز للأنباء بصحبة زميلتنا لمياء حمدين. لمياء شكرا لك مصطفى. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير قطاع الطيران المدني وذلك في الإطار العام لحسن إدارة موارد وإمكانات الدولة واستثمار الحد الأقصى للاقتصاد من عوائدها، بما في ذلك موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي والفريد وامتلاكها لسلسلة مطارات دولية على امتداد رقعة الدولة، مما يوفر فرصا ضخمة في مجال الحركة الجوية والطيران المدني. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي للاطلاع على خطط الأنشطة المستقبلية لوزارة الطيران، فضلا عن الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات الجارية بما في ذلك تطوير وتحديث أسطول الطائرات وحوكمة إدارة الشركات التابعة للقطاع وكذلك أعداد الكوادر البشرية من الطيارين والأطقم الجوية على أعلى مستوى. أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن خبراء الروس ساعدوا الطيارين الأمريكيين في إدارة الطيران الفيدرالية أثناء تعطل الشبكات الإلكترونية بالولايات المتحدة. وأوضحت الوكالة أنه خلال العطلة الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورغ وماكدان المساعدة اللازمة لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤوليات المركزين. وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران بولاية ألاسكا الأمريكية. أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاجتماع بمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في الوقت الراهن. وكان جروسي قد أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل وأنه يرغب بعد ذلك في زيارة روسيا. أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستنشر وحدة جديدة متنقلة من سلاح مشاة البحرية الأمريكية المارينز في جزيرة أوكيوانا بجنوب اليابان لتعزيز القدرات الدفاعية لحليفتها اليابان في مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع ناظريه الياباني ووزيري خارجية البلدين، قال أوستن إنه بحلول عام 2025 سيتم استبدال كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا وأكثر قدرة على الحركة في بيئة أمنية متزايدة الصعوبة. كما أعلن أوستن أن الولايات المتحدة واليابان اتفقتا على أن تشمل معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما الهجمات التي تتم عبر الفضاء في خطوة تأتي في خضم تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الصناعية.
جددت منظمة الصحة العالمية مناشدتها للصين للحصول على مزيد من المعلومات بشأن زيادة انتشار فيروس كورونا. وفي بيان لها أكدت المنظمة أنها تعمل مع السلطات الصينية لسد الثغرات المهمة، بما في ذلك فهم ديناميكيات انتقال العدوى وتحليل بيانات أعداد الدخول والخروج من المستشفيات والتسلسل الجيني للفيروس والاختلافات في معدلات الوفيات بين المناطق الحضرية والريفية. وأشاد المدير التنفيذي للمنظمة مايك رايان بجهود الصين، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها لتوسيع وحدات العناية المركزة وإعطاء الأولوية لاستخدام الأدوية المضادة للفيروسات في المسار المبكر للمرض. نهاية موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنصبح على حضراتكم واهلا بكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. اليوم انطلقت ركله البدايه. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كره، هذه كره الابداع. It's one! Oh, what a goal! وادع مانشستر سيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من الدور ربع النهائي بعد خسارته من فريق ساوثهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب سانت ماري. فريق باريس سان جيرمان حقق الفوز على فريق أنجي بنتيجة 2-0، وده كان في اللقاء اللي جمعهم على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. وسجل المهاجم الشاب هوجو إكنيكي هدف باريس سان جيرمان الأول بعد مرور 5 دقائق على بداية المباراة بعد متابعته العرضية من اللاعب موكيلي في الشوط الثاني. ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 72 من اللقاء بعد ما جاته تمريرة من موكيلي سددها بسهولة على يمين حارس فريق أنجي. وتعادل فريق نانت الفرنسي اللي بيلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد ضد ليون سلبيا خلال فعاليات المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الفرنسي للموسم الحالي. فاز كمان فريق أو نادي تورينو على فريق ميلان بطل الدوري الإيطالي من منافسات دور 16 من بطولة الكأس بعد فوزه في الوقت الإضافي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الموسم الحالي. جه هدف تورينو عن طريق اللاعب ميشيل ديناري في الدقيقة 114 من المباراة اللي انتهى الوقت الأصلي فيها بالتعادل السلبي بين الفرقتين. نجح ريال مدريد في التأهل لنهائي السوبر الإسباني بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق فالنسيا بنتيجة 4-3 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي، وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1-1 خلال فعاليات اللقاء. افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 39 من اللقاء، وده قبل ما يتعادل سامويل لينا في الدقيقة 46 في بداية الشوط الثاني. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع نكمل باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر مع مصطفى ومنى. شكرا لك يا لمين. امبارح تابعنا مع بعض المباراة الزمالك والاتحاد، وشفنا نزيف النقاط اللي بيستمر لفريق نادي الزمالك. فيوتشر بيرفض هدية الانفراد بالمركز الثاني بعد تعادله مع بيراميدز، والأهلي على موعد النهاردة لتأكيد الصدارة قدام المصري. خلينا نتكلم في تفاصيل أكتر عن مباريات الأسبوع 13 مع أمير نبيل الناقد الرياضي. أهلا وسهلا وصباح الخير عليك. صباح الخير، أهلا بيك أستاذة منى وأستاذ مصطفى. إيه الحكاية؟ ماله الزمالك؟ يعني 5 مباريات مش أحسن حاجة، تعادلات في هزائم للمرة الثالثة على التوالي، يحصل اللي حصل امبارح ده. يعني هو طبعا بداية مش أفضل حاجة بالنسبة لنادي الزمالك في العام الجديد عام 2023،
شفنا خسر من أسوان، تعادل مع الداخلية، بيتعادل مع الاتحاد السكندري، نتائج ما يتمناهاش ويعني ما يتوقعهاش جمهوره في الوقت الحالي، خاصة فريق حامل لقب بيسعى المنافسة على لقب الدوري والاحتفاظ بالبطولة لموسم ثالث على التوالي، ولكن الأمور بتسير من صعب لأصعب أو من سيء لأسوأ في الفترة الأخيرة. قد يكون هناك تحسن نسبي في الأداء في مباراة الاتحاد السكندري، لكن مش هو ده اللي يعني المفروض يكون عليه حال نادي الزمالك، خاصة إن عنده عناصر جيدة، ولكن يعني بشكل أو بآخر في عنده برضو مشاكل فنية بتأثر بشكل كبير جدا على أداء الفريق من مباراة لأخرى. أيضا الحالة الفنية للمنافسين اللي يعني من سوء حظ الزمالك إنه واجه منافسين في حالة فنية جيدة، سواء أسوان اللي عمل مباراة كبيرة جدا وقدر يفوز، أو كذلك الداخلية اللي استطاع أنه يخطف نقطة ثمينة، وكذلك الاتحاد السكندري رغم أنه ما كانش له خطورة كبيرة على مرمى الزمالك طوال مباراة الأمس، ولكن الزمالك برضو كالعادة ما بيقدمش أفضل مستوى خاصة في الشوط الأول. الاتحاد برضو مبارح ما كانش أحسن حاجة، يعني يمكن الاتحاد ابتدى بثلاث مباريات كسب صحيح. فيهم بعدين ثلاث هزائم، فنقول ده أول تعادل للاتحاد والتاني تعادل للزمالك صحيح. يعني النتيجة بتاعت امبارح يستحقها الفريقين؟ لا يعني هي بواقع الأداء يمكن فرص الزمالك كانت أكتر من الاتحاد السكندري، ولكن الاتحاد السكندري لعب بتأمين دفاعي، هو عايز مش عايز يفتح خطوطه أمام نادي الزمالك، ولكن عارف يقفل كويس جدا على مفاتيح لعب نادي الزمالك. لذلك احنا بنقول طريقة اللعب اللي بيعتمد عليها مستر جوزفالدو فريرا أصبحت محفوظة بشكل كبير للمنافسين اللي بيواجهوا نادي الزمالك. انت بتعرف تقفل ازاي على مفاتيح لعب نادي الزمالك وتقدر تحجم من خطورته طوال ال 90 دقيقه، حتى مع الثلاث تغييرات بتاعت امبارح، حتى مع التغييرات. يمكن هي التغييرات يعني للاسف مش كلها كانت مثمره، يعني مثلا تغيير محمد عبد الشافي في خروجه يمكن برضو عامل اللياقه شويه الى حد ما، ولكن نزول سيد عبد الله الشهير بنيمار في مركز الظهير الايسر اعتقد بتحد من خطورته بشكل كبير جدا، لان تميزه بالكامل في مركز الجناح الايمن. ما كانش عنده بديل، كان هينزل مين؟ ما كانش عنده بدائل، بس يعني في نفس الوقت انت بتخسر لعيب مهم كان ممكن يصنع الفارق. قوه وتميز نيمار او سيد عبد الله في الجبهه اليمنى، كان ممكن ينقل احمد سيد زيزو في الجبهه اليسرى زي ما بيعمل كتير، يمكن ده حل هو معتاد عليه، وبالتالي يفتح حتى المجال قصاد شيكابالا اللي هو نزل برضو على الجبهه اليمنى ان هو يبقى عنده حلول اكتر يربط مع اللعيبه. بنشوف ربط جيد ما بين شيكابالا او سيد عبد الله الى جانب يوسف اسامه اللي نزل برضو كبديل. يمكن سامسون اكينيولا ما حسيناش بدوره في مشاركته كبديل، حتى سيف الدين الجزيري لما بدا اساسي برضو مش افضل مستوياته. وبالتالي المشكله الفنيه اللي بتواجه فيريرا ان في كتير جدا من اللعيبه منهكه بدنيا وايضا فنيا مش في افضل حالتها، فيمكن ده اللي بيفسر الحاله الغريبه اللي عليها نادي الزمالك، واللي في كل مباراه بيضيع 45 دقيقه اولى دون اي ملامح فنيه، دون اي شكل او خطوره على مرمى المنافس، ويبتدي يتحسن نسبيا في الشوط الثاني، ويمكن ده اللي بيخليه مضغوط دايما بيدور على الفوز، لان دايما الفريق اللي بيدور على الفوز بشكل اكبر والمنطقي ان هو اللي يبقى مطالب بالفوز بيبقى مضغوط، بيبقى يعني في تسرع من اللعيبه. لذلك الاتحاد السكندري حتى لو نلاحظ في الدقائق الاخيره ابتدى يلعب باداء ضاغط شويه على لعيبه نادي الزمالك عشان ما يديهمش الفرصه يحطوه تحت ضغط في ان هو يقدر يسجل هدف، لان الزمالك عملها في اكتر من مباراه، منها البنك الاهلي اللي فاز بهدف في الدقيقه 94. اعتقد ان يعني الاتحاد خرج باللي هو عايزه، نقطه التعادل افضل من لا شيء، لكن نادي الزمالك تستمر المعاناه وتستمر الازمه الفنيه وتؤكد ده مش هيخلي ملف التعاقدات الشتويه يتفتح تاني في الزمالك برغم ان هو مغلق او ان هو هو ده اكيد. يعني خليني اقول لحضرتك هو مش اغلاق، يعني هو باب التعاقدات في نادي الزمالك يعني كان في اتجاه فعلا ان هو يتم الاكتفاء بالصفقات، ولكن خلاص يعني على ارض الواقع صفقات الصيف نسبه كبيره منها ما اثبتتش وجودها بشكل كبير. البعض رحل زي زكريا الوردي لاعب الوسط المغربي فسخ تعاقده ورحل، البعض الاخر يتم البحث عن تسويقه او اعارته زي سامسون اللي برضه ما اثبتش وجوده، بعض اللعيبه كانت مؤثره الى حد كبير زي نبيل عماد دونجا اللي ابتدى يعني ياخد على الاجواء ويخش في اجواء نادي الزمالك ويقدم مستوى جيد، عمرو السيسي، ولكن حاجه نادي الزمالك الى مهاجم اخر والى مدافع ايضا لتعويض غياب محمود حمدي الونش اللي ما ننساش ان هو غايب منذ بدايه الموسم وعامل فراغ كبير.
فبالتالي مستر فيريرا يعني كلامه واضح ان هو عايز تدعيمات في فتره الانتقالات الشتويه، وده حقيقي لان يعني باين للجميع ان فعلا الزمالك محتاج تدعيمات تقدر ان هي تنقل الفرقه شويه لحاله فنيه افضل. يعني زيزو عاشور لما بيكونوش يعني في نفس مستواهم اللي احنا متعودين عليه، هل الزمالك فعلا بيبقى فريق متكتف مش عارف يلعب كويس؟ ده حاجه يعني حاجه مفروغ منها لسبب بسيط جدا، لان دايما لما المنافس اللي قدامك مقفل كويس ويعني خلاص مش سايب لك مساحات، اللعيبه اللي عندها حلول هي اللي بتفرق، اللعيبه اللي تقدر تخلص كوره من تسديده او من ثرو باس لمهاجم يخليه في موقف امام المرمى، او من كور ثابته زي زيزو او حتى امام تسديدات الحره، كل دي حلول بتصنع الفارق. في اخر كام مباراه لنادي الزمالك يعني زيزو حتى وان صنع اهداف او سجل من ركله الجزاء او برضو يعني خلاص مش في افضل حالاته بدنيا، مستهلك بحد بنسبه كبيره لانه برضو بيشارك 90 دقيقه في اغلب المباريات اللي بياخدها نادي الزمالك، نفس القصه بالنسبه لامام عاشور. ففي برضو ضيف على ده ان المنافسين خلاص عارف ان امام عاشور من عنده برضو بعض الحلول ان هو سلاح التسديدات، فبيقفل عليه بشكل كبير جدا، ما عندوش زوايا تمرير للعبته. الى جانب السلبيه الكبيره اللي بيعاني منها نادي الزمالك هي عدم التحرك بدون كوره، يعني بنشوف اللعيبه بتقف تستنى بعضها تشوف هتعمل ايه، ودي سلبيه خطيره جدا تخلي الفريق في حاله ركود هجومي ما عندوش اي حلول. صحيح. وبالتالي بيدي فرصه اكبر للمنافسين ان هم يبقى عندهم تمركز دفاعي جيد، ما فيش اي خطوره على مرماية طالما ان المنافس ما بيقدرش يتحرك بين الخطوط او يعمل تحركات اللي هي تخلق مساحات. صحيح. تواصل غياب مهدي سليمان وتواصل غياب محمود علاء بسبب الإصابة، ده كان ممكن يأثر لو كانوا موجودين في أداء الاتحاد السكندري، كان يديهم مساحة أكتر أنهم يتحركوا. بالتأكيد يعني حتى مهدي سليمان أكيد برضو حارس مميز، محمود علاء برضو من المدافعين، وكان هتبقى مباراة خاصة بالنسبة له لو كان شارك يعني ضد نادي الزمالك. بس انت كنت شايف ان في قوه هجوميه من الزمالك تستدعي لا يعني الحقيقه ما كانش في حاجات مؤثره، يعني لما بنتكلم في اول هجمه منظمه عملها نادي الزمالك كان فيها خطوره كان في الدقيقه 72، ودي يمكن مشكله حقيقيه، يعني لما بنتكلم عن ان طول الوقت ده كله تفضل بعيد عن محاور الخطوره او تفضل بعيد عن مرمى المنافس وما تهددش مرماه الا يعني على استحياء في فترات طول الشوط الاول او الثاني، فاعتقد ان انت عندك مشكله فنيه لازم تتعامل معاها بشكل افضل من كده. وبالتالي ما كانش الاتحاد يعني عنده الرغبه الكبيره ان هو يجازف بعناصر هجوميه اكتر، حتى نزول اجاب مبلولو المهاجم الانجولي في الشوط الثاني كان على امل ان هو يقدر يخطف منها الهجمات المرتده، ويمكن تعامل ايضا بشكل جيد. اذا كنا بنلوم فيريرا شويه على بعض التبديلات غير الموفقة أو توظيف غير موفق للاعبين، فالناحية الثانية زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد أجاد التعامل في حدود إمكانيات لاعبي الاتحاد وفي حدود طموح أيضا الفريق السكندري اللي بالنسبة له التعادل أعتقد نقطة جيدة. أيوه. طب لو رحنا للفيوتشر وبيراميدز من وجهة نظرك إيه هي أسباب التعادل اللي كانت موجودة؟ يعني طبعا سيناريو المباراة كان غريب ومثير شوية، ركلة جزاء ثم ركلة جزاء بالنسبة لفيوتشر، قدر يسجل كان قريب ان هو يخرج من النتيجة اللي هو عايزها. بيراميدز يمكن بعد فوز كبير ونشوة الانتصار على غزل المحلة مع المدرب الجديد جيمي باتشيكو في دفعة معنوية عايز يعود تاني للمنافسة على مناطق الصدارة، ما يكفيهوش ان هو متواجد في المربع الذهبي لان كان وصيف الدوري في الموسم اللي فات، فبالتالي عنده طموح ان هو يفضل في المنافسه الموسم ده. فيوتشر اثبت نفسه وما زال بيثبت نفسه بشكل كبير جدا، عنده مجموعه مميزه من العناصر في الفريق، اعلن بشكل واضح ان هو مش هيستغنى عن اي من اللعيبه اللي محل تفاوض او بتتردد انباء ان هم ممكن ينتقلوا الى انديه اخرى، فبالتالي بيحافظ على القوام الاساسي اللي عنده. في سير المباراه امبارح كان ممكن فيوتشر يعزز باكثر من هدف، ولكن بيراميدز برضو عنده أسلحة هجومية كتيرة جدا، إذا كان يعني مدربه اعتمد على فخر الدين بن يوسف في الشوط الأول ما جاتش بشكل كبير، نزل فخري لاكاي المهاجم الجنوب أفريقي عمل حركة شوية في التلت الهجوم، ولكن الهدف نقدر نقول إن هو يعني يتحمل مسؤوليته بشكل أو بآخر محمود جرنش حارس المرمى، يمكن الكرة كان ممكن يتعامل معها بشكل أفضل من كده، ولكن عموما كان في ضغط كبير من بيراميدز على أمل التعادل وحقق ما اراد، واعتقد ان يعني نتيجه منطقيه لحد كبير. يعني اكيد فكره ان فيوتشر فرط في فرصه انه يعزز المركز الثاني ضيعها، واعتقد انها مش من السهوله ان تتكرر،
فرص زي دي في الفتره القادمه؟ يعني هو بالتاكيد احنا عارفين احنا ولا جدال ان هو في المركز الثاني وبفارق نقاط عن الزمالك او يمكن نقطه واحده، ولكن انا بتكلم ان تعزيز بقى او توسيع الفجوه كان ممكن يفرق كتير. هي طبعا كانت هتفرق معاه، خاصه مع تعثر نادي الزمالك في مباراه الامس، كانت هتدي له دفعه معنويه. فريق بيشارك في الكونفدراليه السنه دي مع بيراميدز بالمناسبه هما الاثنين، فاعتقد كانت هتدي له دفعه معنويه ان هو يكمل ويبقى عنده طموح المنافسه مش بس على المركز الثاني ويمكن على لقب الدوري. هو فريق يمكن حقق، هو فريق وليد حقق بطوله الدوري في بطوله عفوا كاس رابطه الانديه في الموسم اللي فات، قدم لعيبه بمستويات مميزه جدا، عنده لعيبه ما اثبتتش نفسها مع اهلي او زمالك بتعيد اكتشاف نفسها بشكل كبير جدا. في لعيبه برضو اصبحت محطه انظار للقطبين، فبالتالي كانت فرصه بالنسبه له. ولكن لا ننسى ان بيراميدز ايضا فريق منافس وفريق كبير، فبالتالي التعادل معاه ليست النتيجه السيئه بالنسبه لفيوتشر، وان كان لسه الموسم طويل. اعتقد ان هيبقى فيه لعبه كراسي موسيقيه كتير في المراكز المربع الذهبي في الاسابيع القادمه. صحيح، النهارده ماتش مهم، الناس بتنتظر ماتش الاهلي مع المصري البورسعيدي، تتوقع نتيجه ازاي؟ السيناريوهات اللي في دماغك ممكن تبقى عامله ازاي؟ يعني هو بالتاكيد طبعا جماهير النادي الاهلي يعني بتتوجس كده لما بيبقى بتقترب مباراه النادي المصري، عندما يقوده حسام حسن، لان هو مدير فني معروف بحماسه الشديد ورغبته في الانتصار دائما، حتى لو في تقسيمه هو بيحب يكون المنتصر دائما. حسام حسن ده الفكر اللي عنده، وده اللي بيميزه، وده اللي يعني بيضفيه على الفريق اللي بيدربه دائما ايا كان اسم الفريق. حسام حسن مش غريب على النادي المصري، صحيح دي ولايه تدريبيه جديده بالنسبه له مع الفريق البورسعيدي، ولكن عنده امل ان النتائج تتحسن بشكل افضل من كده. وعنده ايضا مجموعه من العناصر المميزه زي الياس الجلاسي، زي كتير من النجوم اللي بيقدروا يصنعوا الفارق مع النادي المصري. النادي الاهلي يمكن في حاله رضا عن النتائج في الفتره الاخيره، وان كان في حاله تحفظ شويه على الاداء مع المدير الفني مارسيل كولر، شايفين ان ممكن يبقى في افضل من كده. صحيح اللي حقق الفوز على انبي، حقق الفوز على بيراميدز، بيسير بخطى ثابته في الجولات الاخيره، ولكن يعني الجماهير برضو بتطمع شويه ان الاداء يبقى افضل من كده، يبقى في جمل تكتيكيه. مركز راس الحربه زي ما هو ازمه في النادي الزمالك، ايضا ازمه في النادي الاهلي. الصفقات الجديده هل هيكون ليها دور؟ بنتكلم هنا عن محمد الضاوي، كريستو بالظبط، يعني مروان بالتأكيد. اعتقد ممكن يبقوا متواجدين النهارده، يعني طبعا خصوصا بقى مع ازمه كهرباء. صحيح، يعني هو ازمه كهرباء طبعا يعني هي كانت مسار جدل في الفتره الاخيره، ولكن كمدير فني اكيد هو عنده حساباته، يعني مش هيجيب برضو لاعب يعني كان بره الحسابات لفتره مش قليله، ولكن هو بيتدرب مع الفريق بشكل منتظم، ولكن بالتاكيد هو بيعتمد على عناصر ثابته في من مباراه الاخرى. فكره المداوره ما بين اللعيبه احيانا بيبقى مجبر عليها لبعض الاصابات، واحيانا هو شايف ان في ضغط. عندنا خمس اصابات موجودين النهارده في فريق الاهلي. صحيح، يعني بالتاكيد بتاثر بشكل كبير جدا اللعيبه. واحد من اللعيبه زي كريم فؤاد اعتمد عليه بشكل كبير جدا في الاسابيع الاخيره واستفاد منه ايضا من تالقه، ولكن النهارده هو بيقدر يوجد البديل، فدي حاجه تحسب للمدير الفني. عنده عناصر تقدر تعوض الغيابات دي بشكل او باخر، خاصه في خط الوسط ما عندوش اي مشكله فيها. فاعتقد ان المباراه بشكل كبير هنشوف مباراه كوره حلوه ما بين الفريقين. صحيح، على اي حال بنشكرك الاستاذ امير نبيل الناقد الرياضي، حللت معانا يعني اهم ملامح الدوري المصري الممتاز لكره القدم في نسخته الاستثنائيه زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. مرحبا بحضراتكم من جديد. دايما الاباء والامهات بيواجهوا مشاكل مع اولادهم بسبب طريقه الجلوس غير الصحيحه اثناء المذاكره او على تصفح الانترنت او الموبايل. للاسف الشديد النتيجه في الاخر بينتج عنها عدد كبير من المشاكل الصحيه والاضرار على العمود الفقري. علشان كده هنسال النهارده، ما هي طريقه الجلوس الصحيحه للعمود الفقري؟ هل هناك ادوات او وسائل مساعده يمكن من خلالها ان احنا نحمي اولادنا من مخاطر الإصابة بأي مشاكل في هذا العمود؟ أسئلة كتيرة جدا هنجاوب عليها مع ضيفتنا الدكتورة إسراء منصور، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية. صباح الخير دكتورة.
صباح النور، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اعلم الطفل ازاي حاجه زي كده، وخصوصا مع انتشار الهواتف الذكيه وكل التكنولوجيا الجديده؟ الموبايل ده مشكله كبيره جدا في الفتره اللي احنا فيها دي، لان بقى الطفل بقى حاجه اساسيه في يومه الموبايل. فالموبايل ده بالنسبه له ممكن يوصله ان هو يجي له توحد، ممكن يوصله ان عينيه طبعا بتضعف جدا، يضطر يلبس نظاره من بدري جدا. كمان العمود الفقري بيتاثر، ممكن يجي له انحناء في العمود الفقري او وجاج، وبالتالي مع السنين هيجي له مشاكل في الغضاريف، تاثر بقى على الاطراف. فاحنا لازم نحدها من الاول، يعني احنا نعود الطفل من صغره انه يقعد صح، يذاكر صح، يمسك الموبايل بطريقه صح. طبعا المفروض يذاكر زي ما يذاكر، مش فارقه يذاكر صح ولا بس ما هي دي المشكله بقى، ان الامهات بالنسبه لهم يذاكر زي ما يذاكر، ومش مهم يقعد ازاي، لا الاهم انه يقعد صح علشان نتفادى المشاكل الصحيه بعد. طيب خلاص زي ما تشوف. تشوفي بقى الطريقه الصح، وعودي ان شاء الله اولادك عليها. طيب فكره القعده بطريقه معينه، وفكره الانحناء سواء بقى اثناء المذاكره او اثناء استخدام الموبايل، بحس ان المشكله مش بس في الرقبه وفي الكتاف او في العضلات، يمكن الاطراف كمان، الصوابع من السكرولينج اللي بيحصل في الموبايل، او فكره ان احنا بنعمل تاتش، يمكن في تلاقي بعض الصوابع الولاد دلوقتي تلاقيهم ماشيين يمسكوا ايديهم ويحاولوا يحركوا صوابعهم، لانها مش بتتيبس لكن بيحصل التهاب في الاوتار. التهاب في اوتار الايد من كتر الحركه دي. ما عشان كده احنا بنقول لازم الموبايل ده المفروض ساعه او ساعتين ماكسيمم في اليوم كله. اوكي. يعني اصلا الاطفال مش بيريحوا حتى الساعه دي، ده هم 24 ساعه على الموبايل. حقيقي. ايه هي ابرز الاوضاع الخاطئه للظهر اللي ممكن الطفل يصاب بيها؟ في طريقه ان هو يبقى قاعد متني لقدام، الكتاف مضمومه، او الرقبه تبقى نازله لتحت كده، ده وضع غلط، او تبقى الدقن بتاعته طالعه لقدام كده. دي بتعمل له حاجه اسمها نيك هامب. النيك هامب دي بتبقى زي انحناء بس في ما بين الفقرات العنقيه والفقرات الصدريه. اوكي. فيما بعد هتبقى انحناء في الفقرات الصدريه، يبقى بقى الظهر كله، مش فكره الرقبه بس. فيما بعد هيعمل مشاكل في الفقرات القطنيه، يعني هو كله كل ده من الموبايل. كل ده يعني القعده على المكتب مش هتأثر والمكتب. على ده القعده قدام كمبيوتر او كمبيوتر لابتوب او اي كان او تابلت او حتى يعني قاعد بيذاكر على مكتب. الصغيرين والكبار، الناس اللي شغالين شغل اغلب شغلهم في مكاتب، برضو كل ده بيتاثر. لازم يبقى حاطط مخده عند القطنيه، فارد ظهره، كتافه راجع لورا، ودقنه مظبوطه، مش طالعه لقدام ولا راجعه لورا قوي كده، عشان ما يبقاش فيه تحميل على منطقه. بالظبط، لازم تبقى الرقبه عمودي على الكتفين. ايوه. طب يعني احنا لو هنتكلم على المذاكره، هل الطفل لازم قاعد على مكتب وفارد ظهره، ولا هو ممكن يذاكر على السرير زي ما اولادنا بيحبوا يعملوا؟ لا، مذاكره السرير دي غلط. لازم يقعد على مكتب، ومش مكتب باي شكل، او ما ينفعش يقعد حتى على المكتب باي طريقه، لا لازم يبقى ظهره عمودي على رجليه او على الحوض. تمام. والمكتب يبقى قريب من جسمه، ما يبقاش هو طالع لقدام كده للمكتب. الكتب تبقى على مستوى عينيه ورقبته، ما ينفعش يبقى موطي كده او مطلع دقنه لقدام كده وهو بيكتب. احنا اغلب الاطفال او احنا عامه واحنا صغيرين كنا على طول على الكتاب كده. ايوه. فلما كبرنا خلاص كله بيشتكي من مفيش دلوقتي، ده مرض العصر، كله دلوقتي بيشتكي من الفقرات، سواء بقى رقبه ظهر او اسفل الظهر، كله بيشتكي من الموضوع ده بسبب كده، ان عادات خاطئه من صغرنا. يعني السرير غلط. لا، ما ينفعش مذاكره على السرير اصلا. طيب عضلات الرقبه، او يمكن بنسمع الشكوى المتكرره من الصغيرين ومن الكبار، بنصحى الصبح مش عارفين نحرك رقبتنا، دي المخده بقى، وبنسمع بقى بعدها كلمه حد يطرقع لي رقبتي. مش عارفه بقى دي حاجه صح ولا دي حاجه خطر جدا، ولا يعني الحركه تبقى ازاي؟ الطرقعه غلط، ان حد يطرقع لرقبته لنفسه، يعني ما ينفعش حد يطرقع، او ظهره ما ينفعش حد يطرقع لنفسه. ولا اي حد يطرقع، يعني ما ينفعش ابقى مثلا بلعب في الجيم واي حد معدي، طب تعال ما طرقع لك ظهرك، تعال ما طرقع لك رقبتك. لا غلط. لازم دكتور متخصص، مش اي دكتور برضو. لازم يبقى دكتور متخصص في موضوع الطرقعه ده، او الكايروبراكتيك.
ده بيبقى ناتج عن ايه بقى؟ احتكاك غضاريف بغضاريف او عظم بعظم؟ الفكره بقى ان اللي بيبقى صاحي من النوم عنده مشكله او تعب في رقبته، ده بيبقى مشكله من المخده. اوكي. المخده لازم. الموبايل هنا بريء والتلفزيون بريء. الموبايل بريء، هنا المخده. يعني اللي دايما شكوتهم يقول لك انا ببقى كويس طول اليوم بس بصحى رقبتي وجعاني، او بصحى رقبتي بتبقى معلقه، ده كده يغير المخده. المخده مش مظبوطه، عاليه قوي او واطيه قوي، فهي لازم تبقى مظبوطه قد المسافه من الودن لحد نهايه الكتف، ولا تبقى واطيه ولا تبقى عاليه. ايه هي ابرز رياضه او افضل رياضه ممكن الطفل يلعبها ويحافظ بيها على السباحه؟ السباحه. اه السباحه ممتازه. كويس قوي. كنت معتقد انك هتقولي الجمباز مثلا. لا السباحه ممتازه. يعني بتحرك عضلات ايه بقى في منطقه الرقبه والكتاف علشان نحافظ على هذه المنطقه؟ عفوا بتحرك عضلات ايه في المنطقه دي؟ يعني بتحرك عضلات الجسم كله مش بس الرقبه ولا يعني والايد والرجل، يعني مفيده لكل عضلات الجسم. فبنعتمد على ان يحصل سيركيليشن في الميه، الدم في الجسم بشكل مختلف، بيبقى فيه في الميه بيبقى ليها مقاومه برضو فبتقوي العضلات اكتر. طيب ياكلوا ايه يساعدهم ان رقبتهم ما توجعهمش؟ وده مش سؤال يعني بهزر بيه، بتكلم بجد. هل فعلا في اطعمه ممكن تدعم ان العضله تبقى تمام وان العظم يبقى تمام؟ البروتين مفيد جدا لبناء العضلات. اوكي. ولكن بالكميه المفروض كل واحد ياخدها. الزياده عن اللزوم بتراكم دهون في الجسم. تمام. فلازم كل واحد ليه كميه محسوبه على حسب سنه، على حسب وزنه، على حسب الطول والوزن، يعني ليها حسبه معينه على اساسها بنحط الكميه اللي المفروض ياكلها. بروتين ولا انا كنت معتقد انك هتقولي لي كالسيوم؟ يعني البروتين اساس العضلات. ايوه. أولا لكن طبعا هي احنا مش بنعتمد على عنصر واحد. أي. هو يعني الوجبه المتكامله فيها كل حاجه، فيها كربوهيدرات، فيها دهون صحيه، فيها بروتين، فيها املاح وعناصر معينه، مغنيسيوم كالسيوم، كل حاجه الجسم بيحتاجها لازم ياخدها بس بنسب معينه. طيب المشكله حصلت واللي حصل حصل، ولقينا الولاد ابتدوا فعلا يبقوا موطئين لقدام شويه او رقبتهم طالعه لقدام شويه، ولقينا بعض الشابات والولاد الاكبر سنا اللي قعدوا يستخدموا الموبايل فتره اطول طلع لهم هنا لغد او دبل تشين من الانحناء على الموبايل بالمنظر ده، نعمل ايه؟ نلبس مثلا حاجه للظهر؟ الافضل نلبس الرياضه للظهر مثلا، او نحط ايه واحنا قاعدين بحيث ان هو تبقى حاجه موجوده عندنا كلنا في البيت ما تكلفناش فلوس؟ مشد الظهر ده إيه؟ انا بالنسبه لي ما ينفعش لكل الناس لحالات معينه، اولا لانه هو صعب في لبسه، ثانيا العضله هتاخد ان حاجه هي اللي شدها مش هي اللي بتشتغل وهي اللي مشدوده، فهترتخي العضله اكتر لانها هتعتمد ان في سبورت او في نوع من انواع الدعم جاي لها من الخارج. بالظبط. فلازم هو اللي يصلح القعده بنفسه ويعملها كتمرين، يعني القعده الصح بالنسبه للناس اللي خلاص الموضوع بقى عندها مشكله هتبقى بالنسبه لها صعبه، يعني تعتبر القعده الصح دي تمرين، مره في الثانيه في الثالثه هيلاقي الموضوع بالنسبه له بقى سهل وتعود عليه. تمام تمام. يعني وبناء عليه نقدر ننصح الاسره المصريه في قصه الاوضاع الصحيحه لجلوس اطفال، نقول لهم اعملوا ايه ما تعملوش ايه؟ اولا الموبايل ساعه او ساعتين ماكسيموم في اليوم كله، ولو طفل يعني اخذ انه بياخده مده طويله يبدا يقللها بالتدريج. بالنسبه للموبايل، بالنسبه للمذاكره يبقى على مكتب مش على السرير، الظهر مفرود، في ساند او مخده صغيره عند القطنيه من تحت، الرقبه تبقى مظبوطه ما يبقاش موطي لقدام، ده بالنسبه للمذاكره ومسكه الموبايل. شيل الشنطه بتاعت المدرسه تبقى لازم على الكتفين مش على كتف واحد عشان ما يحصلوش اعوجاج في العمود الفقري. اوكي. وتبقى طبعا كل ما كان وزنها اخف كل ما كان افضل. ربنا كريم. اكيد ان شاء الله. كل الشكر ليكي دكتوره اسراء منصور اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه، نورتينا. اهلا وسهلا. بنورك وربنا يخليك. شكرا. شكرا يا فندم. وبكده مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.